الأستاذة الدكتورة منى أبو الغار، أستاذ أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة، استشاري العقم وأطفال الأنابيب بالمركز المصري لأطفال الأنابيب، دكتورة أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة، استشاري الموجات الصوتية في أمراض النساء والتوليد، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والتكاثر، عضو الجمعية الدولية للموجات الصوتية لأمراض النساء والتوليد، عضو الجمعية المصرية للخصوبة. أهلا بكم. لا شك أن تأخر الإنجاب قضية علمية مهمة جدا. مرض مشهور وخد وجود وخد نجومية كبيرة جدا إذا جاز لنا التعبير في الفترة اللي فاتت، وارتبط ارتباطا وثيقا بتأخر الإنجاب، هو بطنط الرحم المهاجرة. بطنط الرحم المهاجرة عليه مئات من علامات الاستفهام، وهو واحد من الأمراض التي اختلف التعبير وريكومنديشن العلمية الخاصة، توصيات العلمية الخاصة به في الفترات الأخيرة اختلافا كبيرا جدا. بطنط الرحم المهاجرة في العالم موجودة ومنتشرة، والحقيقة أنه تصرف النجوم في العالم بيعزز فهم وثقافة الناس تجاه بطنط الرحم المهاجرة. ليه؟ النجمات ما عندهمش أدنى مشكلة في العالم أن بعضهم يعلن أن عندها بطنط الرحم المهاجرة، زي هيلاري كلينتون مثلا، في ممثلات كتيرة، لينا دونهام، باد ملكشمين، سوزان ساراندون، دي واحدة من المشهورات جدا. الفكرة في إعلان أن النجمة تبقى عندها بطنط رحم مهاجرة سواء تتسبب في مشاكل كالآلام أو تتأخر أو تأخر في الإنجاب، أنها بتعزز ثقافة الناس حول هذا المرض. الأسر تفهم أكتر، البنات تبدأ تستوعب أكتر، المتأخرات في الإنجاب يبدأوا يروا بصيص الأمل، لأن الست اللي عندها بطنط رحم مهاجرة لما تعلن انها انجبت الان رغم انها كانت تعاني من بطانه الرحم المهاجره، اذا ليست هذه البطانه المهاجره بطبيعه الحال هو الغول الذي يمنع الحمل. هذه معاني مهمه جدا. احنا هنا بنداري على امراضنا، اوكي، دي حاجه خاصه بالثقافه الشرقيه. هرجع اقول لكم تاني ان واحده من اكثر الامراض اللي اختلفت التوصيات فيها والبيبرز زادت حواليها جدا في الفتره الاخيره في تعلقها بتأخر الإنجاب هو هذا المرض. النهاردة الحوار له معنى وبعد آخر مهم جدا، لأن حوار مع واحد من أكثر الأماكن اللي بنفتخر بيها في المجتمع الطبي في مصر. المركز المصري لعلاج تأخر الإنجاب هو واحد من قمم الطبية الموجودة في مصر، وأداء طبعا أسماء عظيمة، أستاذ دكتور محمد أبو الغار، أستاذ دكتور جمال أبو السرور، قمم علمية كبيرة جدا. والحقيقة النهاردة أنا متشوق لمعرفة تاريخ المركز المصري في التعامل مع بطنط الرحم المهاجرة، لأنه أكيد هذا المرض التاريخي يتناسب مع قيمة وتاريخ هذه القلعة العلمية كما أعتقد أنها ينبغي أن تسمى بدقة، والقلعة البحثية الهامة جدا جدا في عالم تأخر الإنجاب. النهاردة قمة علمية على مستوى المصري والإقليمي والعالمي موجودة معانا النهاردة، وشرف لينا كبير جدا أن يكون قمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع على المستوى العالمي الأستاذ الدكتورة منى أبو الغار، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة، واستشاري تأخر الإنجاب وأطفال الأنابيب بالمركز المصري لأطفال الأنابيب وتأخر الإنجاب، علاج تأخر الإنجاب، صاحبة الدكتوراه أمراض النساء والتوليد من كلية الطب قصر العيني، استشاري الموجات الصوتية في أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والتكاثر والجمعية الدولية للموجات الصوتية لأمراض النساء والتوليد والجمعية المصرية للخصوبة، الاسم العالمي الكبير. أهلا بيك دكتورة. أهلا بحضرتك. شرف كبير لينا هذه الزيارة. شكرا. إحنا عندنا مرض تاريخي ومكان تاريخي.
أنا في جزء في السكريبت يمكن مش موجود، أنا عايزك تبقى تحكي لنا في وسط الكلام تاريخ تعامل المركز المصري مع بطاطا العمر المهاجرة عبر سنوات منذ الثمانينات حتى الآن. لكن قول لنا الأول، نبدأ ستيب باي ستيب، ما هو بطاطا العمر المهاجرة؟ هو مرض الحقيقة صعب، بتعاني منه حوالي 10% من السيدات في سن الخصوبة في العالم. فطبعا هو سيدات كتير بيعانوا منه، بيكون سببه أن البطانة اللي موجودة داخل الرحم واللي بتنزل كل شهر مع الدورة موجودة في أماكن أخرى في الحوض، زي أشهرها المبيض أو الغشاء البريتوني بتاع الحوض. وده طبعا النسيج ده بيستجيب كل شهر لهرمونات الدورة، فبيحصل فيه زي دم دورة بسيط لكن في مكان مش مظبوط، بينتج عنه طبعا التهاب، بينتج عنه التصاقات، بينتج عنه ألام، ودي أكتر حاجة بتعاني منها. في المبيض بيعمل أكياس اللي هي مشهورة أو اسمها أكياس الشوكولاتة أو أكياس الأندومتريوما، ودي طبعا أشهر حاجة، أكتر حاجة بتسبب ألام للسيدات، وبيبقى عندهم ألام مزمنة. لو بيشتكوا من ألام مزمنة، ونتيجة للالتهاب اللي موجود من النسيج ده ممكن تؤدي طبعا لالتهابات في الأنابيب والمنطقة المحيطة بالأنابيب، فتؤدي إلى تأخر الإنجاب. دي الحاجات الأساسية اللي السيدات بتشتكي منها. الأسباب مش معروف حقيقي، زي ما حضرتك قلت، من يوم ما يعني ابتدوا دكاترة النساء العالميين يشوفوا إيه يعني إزاي، في كلها theories، كلها كده يعني حاجات نظريات مش معروف بالضبط. هل دم الدورة بيرجع في الأنبوبة وينزل في الحوض فيكون هو ده السبب؟ هل النسيج اللي هو غير البطانة بيحصل له تغير كده فيتحول إلى بطانة؟ مش معروف، لكن هو بالتأكيد مرض صعب وسيدات كتير بتعاني منه، وعمر السيدة اللي بيجيلها فيها دورة طويل، يعني من وهي مثلا 12 سنة لحد 50 سنة. الست المصرية الدورة بتنقطع على 52، فلو هي عندها بطانة مهاجرة لو ابتدت تشتكي من وهي في العشرينات، ده معناه ان 20-30 سنة من عمرها هي بتعاني من الألام دي، ودي حاجة طبعا صعبة للحياة اليومية وللحياة عامة. يعني قصص الأعراض، كل ست ليها قصة مع بطاطا. طبعا أكتر حاجة، أكتر عرض بنسمعه هو الألام الشديدة مع الدورة مع الطمث، يعني دي أكتر حاجة بيشتكوا منها، والألام بتبدأ مع بداية الدورة وتقعد كذا يوم بعد انتهاء الدورة. وألام بقى محتاجة مسكنات قوية بتخليها مش عارفة تروح شغلها، مش عارفة تروح الجامعة، تاخد أجازة، دي أكتر حاجة طبعا بتعاني منها. ممكن طبعا الأكياس يحصل منها بعض المشاكل، زي ألام مفاجأة، زي أن يحصل تويست أو لف للكيس، يحصل التهاب في الكيس. وطبعا الحاجة التانية بقى اللي بيشتكوا منها جامد جدا هو تأخر الإنجاب، وده بيكون بسبب ان في مشكلة في الأنابيب وفي توصيل البويضة للحيوان المنوي داخل الأنبوب، فبيؤدي الى تأخر الإنجاب. وحضرتك كنت بتسألني المركز المصري، هو طبعا غالبا ده كان من اول الأسباب اللي اتعمل عشانها اطفال أنابيب في العالم، لانه كان اول سبب هو مشاكل قناة فالوب وانسدادات في قناة فالوب، فمن اشهر الأسباب اللي تؤدي الى ده هو البطانة المهاجرة. فده كان من اول الانديكيشنز اللي علشانها اتعمل اطفال الانابيب، من اول الدواعي يعني. يعني مراكز التاخر الانجاب او علم تاخر الانجاب اتبنى على اسباب زي كده بالظبط كده، لانها بتاثر على الانابيب وعلى فعاليه الانابيب انها يعني يحصل الاخصاب الطبيعي فيها يعني. طب وسائل التشخيص تنوعت عبر برضو السنين اللي فاتت. طبعا دور الموجات الصوتيه طبعا زاد جدا، لان قدرتنا على التشخيص بالموجات الصوتيه وخبرتنا في الموجات الصوتيه طبعا تحسنت جدا. ففي حاجه كتير نقدر نشخصها بالسونار، سواء الاكياس البطانه المهاجره في المبيض، او لو في يعني حتت بطانه مهاجره داخل الحوض نقدر بالسونار. لكن طبعا بالتاكيد اللي بيشخص بشكل 100% هو منظار البطن، وده بنلجأ له في بعض الاحيان، لان في بعض من السيدات دول بالموجات الصوتيه ما بيبانش حاجه بس بتشتكي من الام مزمنه في الحوض، فبنعمل منظار فبيبان بقى بطش كده، بيبقى ليها شكل معين وشكل مخصوص ومعروف يعني. بنلاقي الالتصاقات، بنلاقي الالتهابات الموجوده حوالين البطش اللي هي بتاعه البطانه المهاجره، فده طبعا بيؤكد لنا التشخيص يعني. هل يجوز لي ان انا اسال عن كلمه مضاعفات؟ هل البطانه المهاجره يتقال ان لها مضاعفات؟
بالتأكيد طبعاً. يعني الآلام اللي جاية ناتج عنها، الالتهاب اللي ممكن يحصل فيها ويعمل، يعني في بعض السيدات أي إجراء بسيط زي عملية بسيطة جنب مبيض فيه كيس بطانة مهاجرة ممكن يقلب يبقى خراج، فده طبعاً بيعمل مشكلة جامدة جداً في الحوض وآلام شديدة تستدعي مضادات حيوية لفترة طويلة وممكن عملية لفتح الخراج وتفضيته وكده. طبعاً تأخر الإنجاب ده من المضاعفات اللي ناتجة عن البطانة المهاجرة، فهو يعني هو صحيح مرض مزمن ولكن في بعض الأحيان ممكن يؤدي إلى حاجات أكيوت، حاجات كده حادة فجأة مفاجأة تحتاج تدخل، تحتاج مضادات حيوية، حجز في المستشفى، مسكنات بشكل قوي، فبالتأكيد هو مرض له مضاعفات يعني. تحتاج إلى أن الست تنتقل الساعة 3 الفجر بالإسعاف، تروح وارد طبعاً الاستقبال طبعاً بسرعة طبعاً ألم طبعاً شديد بالزبط. أكيوت أبدومين يعني حالة ألم شديد في البطن بتحصل. اختلفت طريقة التعامل مع اضطراب اللعب المهاجرة في خلال السنوات اللي أنا لاحظته، حتى لما تابعت القشري 2018 على ما أعتقد لقيت أن التوصيات بتاعت القشري اختلفت وعملوا استرس قوي على تعامل الكثير الأجريسيف مع بطانة الرحم المهاجرة. كلام حضرتك مظبوط جدا، وده أعتقد له علاقة بوعينا كلنا كتيم طبي وكمرضى بأهمية الحفاظ على نسيج المبيض والحفاظ على خصوبة السيدة وعلى مخزون المبيض، لأنه وجد أن طبعا مع العمليات بتاعة إزالة الأكياس بالذات من المبيض أن أنا مهما كان الجراح شاطر والعملية دقيقة ومعمولة بشكل تكنيك دقيق جدا غصبا عننا بنشيل نسيج مبيض طبيعي مع الكيس اللي بيتشال، وده شيء طبعا ضار جدا بالمبيض لو دي سيدة لسه عايزة تنجب ولسه عندها مشكلة تأخر إنجاب. فطبعا زي ما حضرتك قلت فعلا بقى في اتجاه أكتر أنه ما يبقاش التعامل مع البطانة المهاجرة تعامل أجراسيف، تعامل تحفظي أكتر. وأهم حاجة في التعامل مع البطانة المهاجرة أن أنا أحدد العيانة بتشتكي من إيه، المريضة الشكوى الرئيسية بتاعتها إيه، هل هو الألم، هل هو تأخر الإنجاب، هل هو إنها مش عارفة تمارس حياتها بشكل طبيعي، إيه الشكوى الرئيسية بتاعتها. لو دي سيدة تأخر الإنجاب مش هو العامل الأساسي أو يمكن عندها أطفال وموضوع تأخر الإنجاب مش هو ده الموضوع، فهي مشكلتها الرئيسية الألم، في الحالة دي ممكن لو الكيس مش كبير ما فيش فيه مشكلة جامدة ممكن أتعامل بالأدوية. فكرة الأدوية إنها تعمل زي ضمور في النسيج البطانة اللي هي خارج تجويف الرحم دي، بتبقى غالبا هرمونات بتتاخد لفترات بطرق مختلفة تسيطر على النسيج اللي مش في المكان الصح ده بحيث يحصل فيه زي ضمور فما يحصلش فيه الدم اللي بيحصل كل شهر، فالأكياس تصغر والبطش اللي موجودة في الحوض دي تضمر أو تصغر. الأدوية دي بسيطة وسهلة لكن برضو ممكن بيبقى ليها أعراض جانبية، بتتعب السيدة أنها بتاخد هرمونات لفترات طويلة، ممكن بتخلي الدورة ما تجيش، ممكن تخلي مزاجها شوية مقلول، ترفع ضغطها شوية، تزود وزنها شوية، فبرضو لازم دايما إحنا كأطباء نستشير المريضة ونشرح لها إيه الأعراض الجانبية وهي تفضل إيه. طبعا لو احنا عايزين حل جذري ان احنا نشيل، يعني نشيل الكيس، او حتى لو هي دي سيدة خلاص يعني مش عايزة تنجب ممكن ان احنا يعني نخلي الدورة تنقطع بان احنا نشيل المبايض، مع العلم طبعا بالاعراض اللي ممكن تحصل لو كانت هي صغيرة في السن. لكن لو دي سيدة بتسعى للإنجاب فهنا الوضع مختلف تماما، بنحاول على قد ما نقدر احنا نأجل اي عمليات لو احنا محتاجين نعمل عمليات في سبيل ان هي تنجب الاول. على فكرة الحمل في حد ذاته علاج للبطانة المهاجرة، لان انا في 9 أشهر ما فيش دورة، فالتسعة أشهر اللي ما فيهمش دورة الست الآلام راحت تماما وارتاحت تماما من التعب بتاع البطانة المهاجرة، واكتشلي بيحصل ضمور في الأكياس ونيجي على آخر الحملة أو بعد الولادة نلاقي الكيس بقى صغير جدا وتلاقي السيدة تقعد شهور بعد الولادة مرتاحة وما فيش أي ألم من الأكياس، مجرد ما تبتدي الدورة تيجي بعد الولادة والرضاعة يبدأ الألم ترجع تاني. فبيبقى هدفنا الأول أنا أساعدها أنها تحمل وبعد كده نتعامل مع كيس. هنا بقى بيجي دور طبعا حاجة زي أطفال أنابيب، لو كانت البطانة المهاجرة أثرت بشكل سيء قوي على الحوض، يعني خلت صحة الأنابيب مش كويسة، عملت التصاقات شديدة بحيث الأنابيب فعلا مش قادرة تشتغل تعمل الوظيفة بتاعتها المظبوطة، في الحالة دي طبعا أطفال أنابيب بيبقى العلاج الأمثل للسيدات دول. هنا بقى يأتي الإخصاب المساعد وأطفال الأنابيب اللي قدر يتخطى ودي كلمة حقيقية
التغيرات التشريحيه اللي احدثتها بالظبط السيده بطنط رحم المهاجره، احداث التليفات هي. انا بقى الانبوبه في الوظيفه الطبيعيه بتاعتها انها تبقى الاهداب بتاعتها من جوه تسمح بان البويضه تتحرك بسهوله وتقابل الحيوان المنوي ويحصل التخصيب في الانبوبه، وبعدين الجنين المتخصب ده ينزل يتحرك ويوصل للرحم. ده مش للسيده اللي عندها التصاقات، مش بيحصل. فانا بعمل الخطوه دي في المعمل، هو ده اطفال الانابيب، ان انا بعمل تخصيب للبويضه في المعمل وبرجع جوه الرحم اجنه متخصبه، فانا في الحقيقه مش محتاجه الانبوبه في حاجه. ونسب النجاح، ودي حاجة أنا عايزة أطمن الأزواج والسيدات، إنه نسب النجاح لوجود البطانة المهاجرة لا تؤثر. يعني السيدة اللي عندها بطانة مهاجرة زي اللي بتعاني من سبب آخر لتأخر الإنجاب، العامل الأساسي فيها برضو هو سن السيدة والمخزون بتاع المبيض بتاعها. فهي يعني غالبا بيكون ده أفضل وسيلة علاج ليها لو إحنا عندنا يعني حالة الأنابيب متأثرة جامد بالبطانة المهاجرة. هروح بقى للعوامل للإنجاح، عوامل إنجاح مش بس أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، الإخصاب المساعد. طبعا في كذا عامل، المريضة نفسها طبعا، كل لما السيدة تكون سنها صغير ومخزونها كويس كل ما فرص حملها بتكون أفضل. في الحقيقة هي هو ده العامل الأساسي، إن هي تكون سنها يعني في الثلاثينات أو أواخر العشرينات ويكون مخزون المبيض كويس، ده بيخلي طبعا فرص النجاح ممتازة جدا. الحاجة الثانية اختيار البروتوكول الأمثل للتنشيط التبويض، لأن تنشيط التبويض دي مرحلة مهمة قوي في برنامج الأطفال الأنابيب أو الإخصاب المساعد. إزاي إن أنا أنشط المبيض، إزاي إن أنا أطلع أكبر عدد من البويضات، إزاي البويضات تبقى ناضجة بالأدوية السليمة والاختيار التوقيت السليم، دي نقطة مهمة جدا. العامل الثالث المهم جدا هو المعمل طبعا بدون شك، ده الحتة الجوهرية بتاعت أي مركز أطفال أنابيب، إن المعمل يكون يعني بيتبع كل الأساليب الدقيقة الـ up to date، الأجواء المعمل، الهواء اللي في المعمل، المواد اللي بنستعملها، الميكروسكوبات اللي بنستعملها، الحضانات اللي بنحافظ فيها على الأجنة، خبرة طبعا كل العاملين من أول الدكتور اللي بيقابل المريضة لحد الزميل الأخصائي المعمل، دول دي طبعا حاجة يعني مهمة جدا. يعني في رأي حضرتك في الأيام اللي فاتت إيه أكثر الأخطاء شيوعا في التعامل مع بطانة المهاجرة؟ ان احنا كنا اجريسيف قوي او يعني قاسيين قوي في التعامل مع الكيس، يعني نصمم ان احنا لازم نشيله ولازم نعمل عمليه كيس الشوكولاته او يعني اي أو نسيج بطانه مهاجره موجود في الحوض. فانا التعامل القاسي ده غالبا بينتج عنه او في نسبه كبيره بينتج عنه ان انا بشيل جزء كبير او بشيل كتير من نسيج المبيض مع الكيس، فتيجي المريضه بتجيلي انا بقى تاخر انجاب وفي صعوبه في الحمل، نبتدي نبحث في المخزون بتاع المبيض بتاعها، نلاقي المخزون بقى ضعيف جدا في حين ان هي سنها صغير نتيجه للعمليه اللي اتعملت. احنا علشان بنشوف ده بنبقى حريصين قوي ان احنا لا ننصح انها تشيل اي نسيج بطانه مهاجره الا لو في ضروره، في الم شديد، في حجم كبير، في خوف من انه يعمل مشكله زي التواء او التهاب، واساعدها اولا انها تنجب وبعدين اتعامل مع البطانه المهاجره. اتنين هيجوا لحضرتك عندهم بطانه مهاجره، واحده فيهم هتعمل لها اجراء وتقول لها انتظري ممكن يحصل حمل طبيعي، واحدة تانية هتقول لها لا سنلجأ إلى الحقن المجهري، والاثنين عندهم بطانة مهاجرة وربما الاثنين قرايب، إيه الفرق؟ الفرق انه طبعا انا في التقييم الاولي اللي انا بعمله سواء عملته بالموجات الصوتيه او بالمنظار وجدت انه يعني هو كيس شوكولاته مش حجمه كبير، عامل لها الم جامد لكن مش عامل التصاقات جامده، واضح من الفحص ان مفيش التصاقات جامده، عملت فحص للانابيب بالاشعه بالصبغه او باي وسيله اخرى ولقيت الانابيب بصحتها، لا اديها فرصتها ان يحصل حمل بشكل طبيعي، ممكن حتى من غير ما اشيل الكيس، انا لو هشيل الكيس هشيله لان عندها الم، فاساعدها انها تحمل، يجوز متابعه تبويض بسيطة، تنشيط للتبويض بسيط، طالما الأمور بتقول أنه غالباً ما فيش التصاقات شديدة مؤثرة على التقاء البويضة بالحيوان المنوي، دي وسنها صغير، دي
طبعا لا اصبر عليها، مفيش اي استعجال وانتظر. وفي سيدات عندها بطانه مهاجره وبتحمل، لانه ده مش معناه ان في دمار شامل للانابيب وللحوض يعني. السيده الثانيه هي سيده من الواضح من الفحص ومن كل الفحوصات اللي عملناها لنا زي فحص الانابيب ان في التصاقات جامده، وانه ومده الزواج طالت وحاولنا كتير وابتدى السن يعني يعدي ال 35، انا انصحها انها ما تنتظرش واساعدها انها تحمل وبعدين اتعامل مع الالام والتعب بتاع البطانه المهاجره. المركز المصري بيضع محاذير معينه للحقن المجهري مع البطانه المهاجره، ولا هي نفس المحاذير لاي حاله حقن مجهري؟ نفس المحاذير، ولكن في حرص في التعامل مع السيدات دول خاصة في يوم سحب البويضات عن سيدة ما عندهاش بطانة مهاجرة، لأن السيدات دول عرضة إن هي يجيلها التهاب أكتر على الكيس أو على نسيج البطانة المهاجرة الموجود. فلازم أبقى حريصة جدا وأنا بسحب البويضات، أحاول على قد ما أقدر إن أنا أتفادى الدخول في كيس الشوكولاتة اللي موجود، وإن الإجراء يبقى بسيط وسهل وسريع، وأدي كفر مضاد حيوي. الأسبوع بتاع سحب البويضات ده كله بديها مضادات حيوية بشكل قوي يغطي جميع الميكروبات، لأن بتحصل ان لو الواحد بالخطا دخل جوه كيس الشوكولاته ده يتحول الى يحصل فيه التهاب جامد، ممكن يتحول الى خراج، فدي طبعا بتبقى مضاعفه سيئه جدا ويعني غير محبذه خالص. فدي الطريقه اللي احنا بنتفادى بيها. السيدات دول يمكن يحتاجوا جرعات اكبر من التنشيط علشان المبيض لو المخزون بتاعه اقل، ممكن تكون محتاجه تعامل شويه مع الاكياس قبل ما ابدا. لو الاكياس مضايقاها قوي، عامله لها الام جامده، حجمها كبير شويه، ممكن اديها علاج هرموني مثلا 3 شهور قبل ما ابدا، بحيث ان انا لما ابدا يكون الدنيا هديت شويه في الحوض قبل ما تبدا برنامج التنشيط. وجودك معنا شرف كبير كالعاده، واتمنى دائما ان انا يعني كل يوم اشوفك والتقي مع قيمه علميه كبيره واتناقش بهذه الطريقه الرائعه في السرد والتفصيل مع حضرتك. نورتي الناس الحلوه، وانا اللي بشكرك على انك حطيت زينة من وقتك. أشكرك. واشكر المركز المصري ان هو اتاح لنا فرصه القاء يعني الضوء على واحده من اهم الصروح الطبيه العلميه اللي بنفتخر بها في مصر. أشكرك. شكرا جزيلا. ضيفتي العزيزه القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتوره منى ابو الغار، استاذ امراض النساء والتوليد بكليه الطب جامعه القاهره، استشاري تاخر انجاب اطفال الانابيب وصاحبه دكتوراه امراض النساء والتوليد واستشاري الموجات الصوتيه وعضو الجمعيه الاوروبيه للخصوبه والتكاثر والجمعيه الدوليه للموجات الصوتيه والجمعيه المصريه للخصوبه، واحدة من عمالقة هذا المجال والأسماء القديرة في هذا المجال في الوطن العربي والاسم العالمي القدير في الناس الحلوة. خليكم دايما مع الناس الحلوة. أهلا بكم. يوم مهم جدا في عالم العلم والعلم المتخصص جدا جدا عالم الجراحات. البنكرياس هحكي لكم قصته، قصة طويلة شوية يعني، بس أنا هختصرها لكم لأنها قصة مشيرة جدا. البنكرياس اكتشف، تخيلوا، سنة 335 تقريبا في الفترة دي قبل الميلاد على إيد جراح يوناني اسمه هيروفيلس. وبعد ده بمئات السنين الطبيب اليوناني روفوس بعد ما اكتشف، شوف بص يعني ده قديم قوي، أطلق على البنكرياس اسم بنكرياس. وبنكرياس كلمتين على فكرة، كلمة بان دي تعني الكل، كلكم عارفين في الطب بان يعني جميع، وكرياس تعني اللحم، فهو أطلق عليه كل اللحم، بس ده مش كل اللحم طبعا. جه بعد كده هو طبيب اسمه ويرسونج، ده اكتشف قناة البنكرياس الرئيسية، البنكرياتيك داكت الرئيسية. في 1846 كلود برنارد اكتشف ان البنكرياس له دور في هضم الدهون. في عام 1889 اكتشف نفس كلود برنارد ان في التهاب كبد ممكن يجي، وجه برضو اكد هذا الكلام ريجينالد فيدز في سنه 1922. بانتينج اكتشف ان البنكرياس ده مهم جدا، بيفرز ماده بتعالج مرض السكر عند الكلاب، يعني هو اكتشف مرض السكر عند الكلاب وربطوا ان البنكرياس بيفرز الماده اللي هي الانسولين يعني. بانتينج كان اول واحد يكتشف ده. في 1940 ويبل المشهور جدا جراحيا اكتشف او عمل اول عمليه، حط برنسبل اساسيه لاول عمليه استئصال البنكرياس والاثنى عشر.
وظل البنكرياس في عالم الطب العضو شوية الغامض في الجراحات، العضو اللي يخاف تخاف منه. جراحين البنكرياس معدودين على الإيد الواحدة في مصر، وفي العالم برضو عددهم قليل جدا، لأنه أورجان حتى إحنا ما شفناهوش في المشرحة. يعني إحنا وإحنا بنتعلم تشريح ما شفناش البنكرياس ده في المشرحة، لأنه بيتفرول وصعب جدا مسكه، صعب لأنه نسيج سوفت، يعني النسيج يعني طري قوي قوي وسهل جدا يتفتت. فالنهاردة هنتكلم على هذا العضو المهم جدا، وهنستمتع به حوار ممتع للغاية أكيد مع ضيفي اللي أنا بفخر بوجوده معنا بلا شك، وبسعد بوجوده معنا القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد عبد الغفار، أستاذ جراحات وزراعة الكبد الأستاذ بكلية الطب، وزميل جامعة آيسب ألمانيا لجراحات الكبد والقنوات المرئية البنكرياس، وعميد معهد الكبد السابق. أهلا بيك دكتور محمد. أهلا بحضرتك. إيه رأيك في شوية التاريخ الحلوين دول؟ لا جميلة فعلا. أنا بحب أشرح بحب أحكي التاريخ. ويمكن كان أهمهم بالنسبة لي الويبل، إنها تاريخ قديم قوي. يعني من العمليات القديمة فعلا إن 1940 بنتكلم في 60 70 سنة مثلا. 80 سنة داخلها، 80 سنة دلوقتي. داخلها 80 سنة بالظبط. لا والكوميديا أنا بالنسبة لي بنكرياس بان وكرياس. يعني أنا ما كنتش أعرف بجد إنه بنكرياس أصلها كلمتين. أيوة. لغاية النهاردة بان كل وكرياس اللحم. أنا عايز أبدأ النهاردة بقى بحوارنا، إيه عملية ورم البنكرياس؟ يعني يمكن عشان بس نفهم قصة ورم البنكرياس محتاجين نفهم تشريحيا موقع البنكرياس شوية. البنكرياس مشكلته إنه هو موجود في الاثنى عشر محوطات كده، كأنه في حضن الاثنى عشر، والاثنى عشر دي هيفتح فيها قناة البنكرياس ويفتح فيه قناة المرارية. يعني الصورة اللي احنا شايفينها هي قصادنا البنكرياس اهوت، واللي حواليه دي الاثنى عشر، وهتفتح فيه قناة البنكرياس وقناة المرارية. ايه أهمية الكلام ده؟ إن الاثنى عشر دي بتاخد حتى التغذية بتاعتها الدم بتاعها من الشرايين بتاعت البنكرياس، وبالتالي هما الاثنين مرتبطين ببعض، ما يعرفوش يعيشوا بعيد عن بعض. ده بيخلينا في العمليه مضطرين، يعني كان لاول وهله ما حد هيفكر ان مثلا في ورم في راس البنكرياس، طب ما انا اشيل راس البنكرياس وخلاص، حاجه سهله. لكن عمليه ما تنفعش ليه؟ لان قلنا راس البنكرياس دي متحوطه بالاثنى عشر اللي معتمده في دمها حياتها على راس البنكرياس، فطالما شلتها لازم هضطر اشيل الاثنى عشر. وطالما شلت الاثنى عشر بشيل جزء من المعده اللي هو بدايه الاثنى عشر، ونهايه الاثنى عشر اللي هو جزء من الامعاء. ادي كده حاجتين اضطريت اشيلهم. ثم معدي جواها قناه المراريه، فانا مضطر اشيل القناه المراريه. واذا شلت القناه المراريه لازم اشيل المراره، والى الان هيجي له التهابات في المراره. يبقى اذا الموقع البنكرياس فرض علينا ان احنا نشيل حاجات كتير يمكن تبان ان هم ما لهمش علاقه بالموضوع. فانا مضطر ان اشيل راس البنكرياس ده الاساس، لكن هشيل معاه 12 جزء من المعده، جزء من الامعاء، مراره وقناه مراريه، وارجع اوصل الحاجات دي تاني. دي اللي هي العمليه اللي بنسميها الويبل، ودي العمليه اللي بنضطر نعملها في اورام راس البنكرياس. نسبه نجاح العمليه دي قد ايه؟ والله دي من الحاجات اللي تطورت كتير قوي في السنين اللي فاتت. يعني كنا بنتكلم مثلا من 20 سنه كانت نسبه نجاحها 60 ل 70%. وبتكلم النجاح ده المقصود بيه ان ما يحصلش وفيات بعد العمليه مباشره. احنا دلوقتي بنتكلم الى 95%. فرغم انها عمليه تبدو ان هي فعلا كبيره، يعني بتشيل حاجات كتير، لكن المفروض انها لا تقل عن نسبه نجاحها 95%. وده طبعا يعتبر انجاز كبير جدا في الطب. السؤال الثاني، يعني ال 5% الفشل، هل هم فشل العمليه ولا ممكن حياه المريض نفسها تبقى في خطر؟ لا، ما دي اللي بنسميها حياه المريض نفسها. لان هو هنا احنا زي ما قلنا العمليه بقت امنه، لكن انا بتعامل في منطقه صعبه قوي. صعبه في ايه؟ الشريان الرئيسي او الوريد الرئيسي اللي اسمه البورتال فين او الوريد البابي اللي بيغذي الكبد كله هو معدي ورا راس البنكرياس. ده هو حتى اللي بيفصل لي الجسم من الراس. يعني انا اعرف الراس من الجسم ازاي؟ بالوريد البابي. المكان ده اللي يفصل دي عندي، فده موجود فين؟ عند راس البنكرياس اللي انا هقطع فيها. الشريان الرئيسي اللي بيغذي الامعاء معدي في نفس المنطقه جنب الوريد البابي بالظبط. فانا بتعامل مع شريانين كبار جدا. الوريد الشريان اللي بيغذي الكبد معدي من فوقيه، يعني انا بتعامل في حته حواليها شرايين واورده في منتهى الاهميه. لو حصل لا قدر الله اصابه لاي حد في دول وما قدرتش ان انا اصلحه جوه العمليه،
لا ده تؤدي الى الوفاه. في طرق علاجيه ثانيه غير الجراحه للبنكرياس، خصوصا مثلا انه بنسمع عن محاولات لتدخل الاشعه التداخليه، الكلام ده كله قيمتها ايه في الحاله؟ قيمتها في العيان اللي ما ينفعلوش عمليه وهي ليست شفائيه. يعني شخص خلاص انا وصلنا لمرحله ان هو ما ينفعش تعمله عمليه وقدامي حلول زي اما اخد كيماوي فقط او اركب دعامه فقط او اعمل حاجه زي التردد الحراري في حاجات اشعه تداخليه يحاول يحرق الورم، ولكن للاسف حتى اللحظه اللي احنا فيها ما هياش حاجه شفائيه، هي فقط بتحاول تسيطر على الورم شويه، لكن يعني الشفاء الحقيقي مش موجود غير في الاستئصال الجراحي. احنا قلنا نسبة النجاح 95%، طب بعد النجاح ما هو وارد ان تحدث مشاكل، هل المشاكل تعد يعني زي ما بيقولوا وصمة في النجاح ولا واردة مع العملية؟ تعالى نقول حاجات يعني يمكن مش حلوة بس لازم نتعامل مع الواقع بتاعنا، وهو نسبة ارتجاع الورم بعد ما نعمل عملية كبيرة ديت كم في المية هيرجع لهم الورم تاني؟ في حدود 40%، الرقم فعلا كبير شوية، ولكن لو قارناه بأي وسيلة أخرى غير الجراحة هنتكلم ارتجاع الورم في خلال 5 سنين من العملية، أي وسيلة تانية العام متوقع نعيش أقل من سنة. فأنت لو وصلت حتى اللي هيرجع 5 سنين فده بيعتبر في الطب إنجاز. احنا دايما بنقيس حاجات الإنسان يعيش قد إيه، في أدوية عملت طفرة كبيرة جدا لمجرد أنها طولت فترة المريض من 12 شهر ل 16 شهر، اعتبروا ان هما كده عملوا طفرة جامدة جدا. فان اتكلم في ورم بالصعوبة ديت نتكلم ان في 60% يخف خالص، 40% يرجع في خلال 5 سنين، دي تعتبر نسبة مش وحشة. طبعا بنحاول ان احنا نعلى بالنسبة دي، ودي نسبة العالمية مش دي عندنا. بنحاول نعلى بيها لكن لسه برضو ما وصلناش للمرحلة زي بقية الأورام بنقول مثلا شفاء 90%. فدي لازم نقطة نبقى عارفينها والمريض يبقى عارفها من الأول، إن إحنا عندنا نسبة ارتجاع وبالتالي في متابعة كويسة بعد العملية. في مشاكل أخرى قد تحدث من العملية مقدور عليها شوية، يعني أخطرهم ويمكن العملية دي كلها يعني مبنية على الحتة دي، توصيلة البنكرياس. توصيلة البنكرياس، البنكرياس على الرغم إن هو عضو جميل جدا ومهم قوي في الجسم وهضمه بيهضم البروتين والحاجات ديت، لكن هو زي ما بيهضم البروتين ده ممكن يهضم التوصيله اللي احنا عاملينها، فدي الكارثه. التوصيله دي بتبقى نوعها ايه؟ الامعاء، ما احنا مخيطينها بخيط. المفروض ان هو العصاره البنكرياس ربنا عاملها بطريقه ان هي ما تشتغلش غير في وجود وسط العصاره بتاعت الكبد نفسها. يعني الكبد تنزل عليها، فلما تنزل عليها الاثنين يتفاعلوا مع بعض وتشتغل تهضم الحاجه. فاحنا لما نكون عاملين توصيله، التوصيلات ديت لو حصل تسريب في عصاره الكبد وحصل تسريب في عصاره البنكرياس الاثنين هيشتغلوا، هيبتدي ان هو ياكل الخيوط اللي احنا موصلين بيها، فتلاقي كل التوصيلات باظت. فاخطر، وقناه البنكرياس دي قناه رفيعه جدا، يعني عم نتكلم في حاجه حجمها 3 4 مللي بالكثير. فلو دي مش معموله مظبوط وحصل تسريب منها، العصارة البنكرياس بتاكل الانسجه، وحتى المريض لو جاله تسريب هيقول لك الجلد بتاعه نفسه احمر كان في ميه نار عليه فعلا. فهي اخطر حاجه في العمليه كلها تسريب العصاره دي. الصوره دي ايه؟ دي العمليه بتاعت الويبل. يعني هو هنا بعد ما شال خلاص، المنظر اللي فاضل لينا في الاخر بقى هذا المنظر اللي عندي البنكرياس وصلته بامعاء، معده وصلتها بامعاء، قناه مراريه هوصلها بالامعاء بعد ما شلنا الجزء الاساسي. لو اقتربنا شويه من المشاكل دي برضو عشان نفهم اسبابها وازاي نتجنبها. تعال نقسم زي ما قلنا ان في اي عمليه في عندنا مشاكل عامه للعمليات الكبيره كلها، زي لاي واحد داخل يعمل عمليه كبيره، وارد يحصل له مشاكل في الصدر، ما يحصل له مشاكل في الرئه، وارد ما يحصل له جلطات في الرجل، بس هنا مثلا جلطات الرجل تبقى اعلى شويه لان لقوا حاجه غريبه شويه، ان في عوامل تؤدي للجلطه، سن كبير، الورم، العمليه الطويله، الحاجات دي كلها اللي هي موجوده في عمليه الويبل. العنين لو عنده كل العوامل ديت نسبه ان يجيله جلطه في الرجل من العمليه نفسها من 25 ل 40%، رقم كبير جدا. وعشان كده بنشوف ناس كتير عملوا عمليه والعمليه نجحت بس للاسف المريض جات له جلطه ومات
من حاجه شايف ان مالهاش علاقه بالعمليه، لكن هي ليها علاقه بالعمليه. عشان كده لازم نبقى واخدين بالنا ان المريض ده ياخد ادويه للسيوله قبل العمليه، يتحرك مباشره بسرعه بعد العمليه، يشرب ميه كتير بعد العمليه، ياخد دواء للسيوله بعد العمليه. اثناء العمليه نفسها بنحط اجهزه على الرجلين تمنع الجلطات، يعني خدنا بالنا من النقطه المهمه اللي هي الجلطات دي. دي المشاكل العامه. المشاكل الخاصه بقى، انت قلت في الاول هل ممكن يحصل وفاه؟ ممكن جوه العمليه نفسها. ليه؟ زي ما قلنا ان الورم بيبقى قريب قوي من الشريان والاورده بتاعه الكبد والامعاء. لو حصل لا قدر الله ان اتقطع او تعور حاجه من دول، دي قد تؤدي الوفاه جوه العمليه، او ان حد ما يعرفش يتعامل معها صح فربط الشريان او ربط الوريد، هيؤدي الى وفاه بعد العمليه. عشان كده يعني دايما عندنا كده مشكله مع الاطباء نفسها في الجراحه، ان انا رايي وراي ناس كتير ان جراحات البنكرياس المفروض يقوم بيها شخص بيشتغل جراحه بنكرياس فقط، ما هواش جراحه اورام وما هواش جراحه عامه. والفكره في ايه؟ في الحته اللي بنقولها دي دلوقتي، احنا عندنا ورم لازق في الاورده والشرايين اللي بيغذوا الكبد والامعاء. لازم تبقى انت اللي هيشتغل العمليه دي يبقى عنده قدره ان زي الصوره احنا شايفينها دي، ادي البنكرياس وادي الورم، وهو راجل شادد الوريد البيبي للناحيه اليمين ديت شويه. النقطه دي ده احدى الكي بتاعت العمليه، احدى التركات، مفاتيح عدم ارتجاع الورم. شايفين الجزء بتاع البنكرياس اللي ورا الحاجه المشدوده ديت، ده اكتر مكان بيرجع فيه الورم. لو انا ما شدتش كده وشلت الجزء ده، الورم بنسبه كبيره هيرجع. لو انا مش بعرف اتعامل مع الوريد دوت، هخاف اشده، فانا هيبقى عندي سيناريو من اتنين، اما ان انا خايف فمش هشده وازود الارتجاع، او ان انا شديته واروح معوره اعمل مصيبه في المريض. عشان كده بنقول دايما مش دكتور جراحه اورام فقط اللي اشتغل الحكايه ديت، ولا الجراحه العامه، لا ده حد متخصص في جراحات الاوعيه بتاعه البطن ديت، اللي هو بره حاجه اسمها اتش بي بي، دكتور ده جراحات كبد قناه مريه وبنكرياس فقط، غير جراحه الاورام. ليه؟ لان زي ما اقول حك الخوف من المنطقه ديت قد يؤدي الى حاجه من اثنين، يا ارتجاع للورم بنسبه اعلى، يا اصابه لحد من دول، والاصابه لو ما عرفتش تصلحها يعني يموت في العمليه، لو ربطته هيموت بعد العمليه. الحاجات بقى الاساسيه في علاج المشاكل، المشاكل بتاعتنا هنقسمها مثلا، ان ابتدينا اول حاجه لو حصل تسريب في عصات البنكرياس. لو تسريب في عصات البنكرياس فقط، ان شاء الله بتعدي لوحدها، مجرد ان احنا بنسيب الدرنقه فتره، ساعات بندي بعض الادويه اللي تقلل عصات البنكرياس، بعد فتره في اغلب الاحيان العيان ده بيعدي ان شاء الله. المشكله الكبرى لو كان عنده تسريب في اثنين بقى، وصلتين، عصاره البنكرياس وعصاره المرار، لو الاثنين دول جم على بعض، هنا عندي مشكله كبيره جدا، لان البنكرياس هيبتدي يهضم كل الانسجه اللي حواليه. ساعات حتى ناس بعد العمليه يجي لهم نزيف بعد 5-6 ايام، ومش عارفين ايه اللي سبب النزيف. هو سبب النزيف ان حصل تسريب والبنكرياس ابتدى ياكل الانسجه اللي حواليه، فابتدى ياكل اورده او شرايين، يحصل نزيف للعيان ده. العيانين دول قد يحتاجوا ان احنا نخش فيهم مره ثانيه ونفك كل الوصلات اللي احنا عملناها ديت، ونطلع كل الوصلات دي على بره بانابيب، ويحتاج تدخل جراحي بعد مثلا باسبوعين او شهر مثلا، تكون الدنيا هديت شويه. يبقى البنكرياس منطقه مثيره مثيره للغايه، يعني انا خفت. مش انا بدات بالتاريخ بمد الخوف. ضيفي العزيز القمه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور محمد عبد الغفار، استاذ جراحات وزراعه الكبد، استاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، زميل جامعه ايسم المانيا لجراحات الكبد والقناه المراريه، وعميد معهد الكبد السابق. نورنا وكل سنه وانت طيب. حق الساعه والسلام. خليك دايما مع ناس الحلوه. الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري وجراحة المناظير النسائية بمراكز رويال للخصوبة بالمنصورة ومصر للخصوبة بالمهندسين وسي بي سي كابيتال عباس العقاد ومستشفى الكنانة بطنطا. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا وموضوع شديد الأهمية، شديد الخصوصية.
كتير من الرجالة عندهم كونسبت معين وفكرة معينة أنه طالما عنده قدرة زوجية بمعنى قدرة جنسية فهو بالتأكيد يستطيع الإنجاب، وطالما هناك حالة من القذف أو طالما هناك إخراج للسائل المنوي إذن بالطبع هناك فرصة للإنجاب. كثير من الرجال للأسف مش فاهمين أنه في فارق كبير جدا بين قدرة الرجل الإنجابية ومن قدرة الرجل الجنسية. فهذه عملية وتلك عملية أخرى، ده مسار وده مسار تاني، تكوين الحياة المنوية وإخراجها في حالة جيدة، في حالة صحية جيدة، في حالة صحية صالحة لعمل الإخصاب، أمر يختلف تماما عن قدرة الرجل على الانتصاب وأداء الحالة الزوجية، ده شيء وهذا شيء آخر. وكمان برضو ما زال، ودي صعب قوي ان احنا نطلعه من دماغ الراجل الشرقي في غضون سنين قصيرة، اعتقد انه هياخد وقت، ما زال موجود بمختلف الثقافات، انه كتير من الرجال اللي عندهم مشاكل في الانجاب يصاحب هذه المشاكل مشكلة في الخجل، خجل من هذه القضية الطبية. اتكلم عنها بخجل اختلف تماما عن وصفه لأي قضية طبية تانية. احنا عندنا عموما في المجتمع الشرقي والمجتمع المصري خجل من ذكر المرض، ده مش موجود في مصر بس ولا في الشرق بس، انا شفته بره في اوروبا، في اوروبا وفي امريكا، بس طبعا على النطاق اقل كتير وفي حتت معينه كتير، لكن ما زال اخفاء او قلق من ذكر المرض واخفائه ده شيء يعني منتشر جدا. فكتير من الرجاله بيتاخروا في العلاج وبتأخروا في الذهاب إلى استشارة طبية نظراً إن هم شايفين إن ده عيب، عيب يمس رجولتهم هم. لا، اللي يمس رجولتك أنت إنك تكون شريف، إنك تكون غيور، إنك تكون واخد بالك من بيتك كويس، إنك تكون فعلاً قوام على بيتك بصح بالصح، ده بتكسب فلوسك من حلال، ده اللي يمس رجولتك. لكن الأمراض ما تمسش رجولتك بشيء. بس برضو ارجع اقول لكم ان الكلمتين اللي قلتهم دول مش هما اللي هيحلوا المشكله، لا دي عايزه ثقافه وعايزه تربيه من الصغير، من وانت صغير في المدرسه والمناهج التعليميه يكون متضمنه للمعنى ده، عشان يكبر الانسان عارف ان اللي عنده مشكله صحيه ده لا يعير بيها، ومش تقلل من ثقته في نفسه، ومش وصمه عار، ومش حاجه تخليه يخجل. كل دي جزء من الحياه، كلنا يا جماعه خلي بالكم لينا نصيب في المرض، كل واحد ونصيبه بقى. المرض ده جزء من الحياة، صحيح بنسأل ربنا سبحانه وتعالى عفو على العافية، لكن المرض انت كل واحد بقى اللي هيجيله سكر، يجيله ضغط، يجيله نظره ضعيف، اللي شعره هيقع، اللي يجيله ألم في المفاصل، اللي عنده مشكلة في تأخر الإنجاب، كل واحد بياخد نصيبه، وزي الرزق كده ما بيتوزع ده جزء معاه، زي ما انت بتاخد الفلوس والرزق والنعم برضو لازم تاخد حاجات من دي، وشوف بقى هتشكر ولا مش هتشكر، ولا انت بتاع الجيد والحلو بس والوحش لا. فالكلام ده مهم قوي. النهارده حوار مع ضيفي العزيز بيبدع دائما في حواره، النهارده زي ما قلت لكم موضوع دقيق وفي تركات كتيره قوي ما نسمعها النهارده مع ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور احمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجاري وجراحات المناظير النسائيه بمراكز رويال. اهلا بيك يا دكتور احمد، سعيد جدا بزيارتك. اهلا بيك يا دكتور ايمن ومشاهدينا جميعا اللي احنا بنستمتع ان احنا نتواجد معاهم، ويا رب يكونوا بيستفادوا من الكلام اللي احنا بنقوله، لان احنا يعني عاوزين نوصل لهم المعلومه بصوره مبسطه ويبقوا عارفين ايه الصح وايه الغلط وايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. هو المشكله دلوقتي طبيا ان في حاجات كتيره بدات تتعمل بتضر اكتر ما تفيد، لان مش هنا بطريق مش صحيح. هو القصه ازاي اهيئ الطريق الصحيح للزوجين عشان يوصلوا للهدف بتاعنا كلنا انه يحصلوا على الانجاب او الحمل. الازوسبرميا يعني ما فيش حيوانات منويه في السائل المنوي، يعني الزوج ده لما يجي يعمل تحليل سائل منوي نلاقي العدد زيرو، مفيش حيوانات منوية، وبالتالي مفيش حركة أو تشوهات، لا مفيش حيوانات منوية. فاحنا الحالات دي بيبقى فيه جزئين منها، جزء حاجة اسمها obstructive يعني نتيجة انسداد في الطريق ما بين مكان التصنيع وما بين خروج الحيوانات المنوية، أو جزء non-obstructive ده بيبقى جزء خاص بهرمونات وجزء خاص بحاجة تانية وأمراض تانية تؤثر على
إخراج الحيوانات المنوية. وبالتالي الحالتين دول إحنا بنلجأ إن إحنا نروح ناخد الحيوانات المنوية عند الأزواج دي من الخصية، وبنقول لهم أنتوا حلكوا هو الحقن المجهري مع أخذ عينة من الخصية. تخيل بقى دكتور أيمن إن في سنين فاتت الناس دي ما كانش ليها حل، لما كان في عندنا تقنية قديمة اسمها أطفال أنابيب. الناس لحد دلوقتي مش فاهمة إيه الفرق بين الأطفال الأنابيب والحقن المجهري. هو فرق معملي بحت، يعني هما نفس الخطوات لحد خطوة المعمل. فأطفال الأنابيب إحنا كنا بنسيب الحيوانات المنوية عدد تقريبا من 50 لـ100 ألف حيوان منوي حوالين البويضة ويلقحوها بالطرق الطبيعية، يعني اللي بيقدر يوصل بيلقحها. طب مشكلة زي الناس دي اللي هي ما عندهاش أصلا حيوانات منوية، أو العدد قليل قوي 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 ما يوصلش للـ50 والـ100 ألف، ما كانش ليهم حل زمان. لما طلع الحقن المجهري أيام أطفال أنابيب، بس أطفال أنابيب، أيام بقى طلع الحقن المجهري إن إحنا قدرنا ناخد حيوان منوي واحد ونلقحه وندخله جوه البويضة بتاعتنا، وبالتالي نحصل على جنين من حيوان منوي وبويضة. طب أنا مش عارف أجيبه من السائل المنوي، بروح أدور عليه في مكان التصنيع بتاعه وهو الخصية. عشان كده برضو إحنا بنصر وبنقول إن كل مركز كويس أو مركز متميز لازم يكون فيه تيم وورك كامل. ما ينفعش أنا بشوف السيدة وعمال أعالجها وعمال أحضرها ومتناسي زوجها خالص، أو ما معيش أستاذ أو استشاري ذكورة ممتاز يقدر يشخص الزوج ده كويس ويعالجه كويس وانا عالج الزوجه كويس، بحيث ان احنا الاثنين نوصل بالزوجين دول للهدف بتاعنا وهو الحمل والانجاب. اي مكان عشان يبقى ناجح لازم يبقى فيه التيم وورك ده، دكاتره او استشاريين نساء كويسين شاطرين في مجالهم المجال الحقن المجهري، استشاريين ذكوره عشان يشخصوا الازواج ويعالجوهم كويس ويحضروهم كويس لموضوع الحقن المجهري، معمل أجنة عندي كويس، في استشاريين معمل أجنة كويس يقدروا ياخدوا بقى الناتج بتاعي أنا والدكتور الذكورة اللي هو الحيوان المنوي من الزوج والبويضة ويلقحوها، ومعاهم أجهزة متميزة. ده مقومات نجاح أي عمل خاص بعملية الحقن المجهري، أو مقومات نجاح أي مركز خصوبة عشان تقول عليه مركز خصوبة محترم أو مركز خصوبة أنت تروح له. يبقى لازم يكون فيه المقومات دي. هيجي لك المريض مش المريض، الكلاينت اللي عنده رغبة في الحقن المجهري هيبدأ يعمل تحاليل أكيد من خلالها نقدر نشوف حالته عامل إزاي. تمام. هو عمل التحليل السائل المنوي المبدئي لقيته آزو زي ما حضرتك كنا نتكلم النهاردة على الآزو سبيرميا. هقوم أنا بدوري محوله عندي لدكتور الذكورة اللي معايا في نفس المركز، حضرتك الفلاني الفلاني عنده آزو سبيرميا، وابتدي فحصه وشوفه. هو آزو سبيرميا يعني إيه؟ يعني لا يوجد عنده سائل حيوانات منوية في السائل المنوي. وبالتالي إحنا خطتنا إحنا الاتنين إن هنروح ناخد من الخصية، بس مش هنقول له قوم يلا افتح الخصية النهاردة. وده بقى الأخطاء اللي بنشوفها يا دكتور أيمن. واحد عمل التحليل ده راح بيه لدكتور جراحة أو دكتور مسالك، قال له لا ده أنت عندك انعدام في الحيوانات المنوية، تعال ما نفتح لك الخصية وناخد لك. وبيعمل الكلام ده في مش في مركز خصوبة، راح ياخد له في مستشفى خارجية ولا هي مركز خصوبة ولا حاجة، يقول لك عاوزين ندور نشوف عندك حيوانات منوية ولا لا. ده أنت مش دورت، أنت قضيت عليه لسببين. اولا انت النهارده لما طلعت لو طلعت منه حيوانات منويه وديتها فين؟ انت قلت له انا عندي حيوانات منويه، طيب الحمد لله، طب جمدتها استفدت بيها؟ ما استفدتش بيها. حضرتك لما فتحت له كل ما حضرتك بتفتح الخصيه دي بيحصل فيها مكانها حاجه اسمها تليف او فيبروزس، فممكن النهارده فتحت لقيت حيوانات منويه بكره اجي افتح ملاقيش. طب حضرتك عملت له تحاليل هرمونات؟ في تحاليل هرمونات الغدة النخامية الـ FSH والـ LH، التستوستيرون التوتال والفري تستوستيرون، في حاجة اسمها الانهيبين بي، دي حاجات عشان أتوقع الخصية دي ممكن تطلع ولا لأ، وفي تحليل وراثة، ما يمكن يكون هو كلين فلتر، يكون عنده خلل وراثي أصلاً. ده بيبقى كلين فلتر ده XXY. بيبقى يعني 47 XXY، بيبقى ده عنده خلل وراثي وهو ده اللي مسبب
الازوسبيرميا اللي عند الزوج ده. ومع ذلك في حالات من الكلين فلتر على الرغم ان فرص تطلع فيها الحيوانات المنويه بتبقى قليله, في حالات بنلاقي فيها حيوانات منويه. بس بعد التحضير الجيد وخصوصا ان حصل ثوره كبيره في قصه استخراج الحيوانات المنويه من الخصيه. زمان كانوا بياخدوا الحيوانات المنويه من الخصيه دي بالجراحات العاديه, كان ياخد هبهزرت كده يا دكتور ايمن اللي هو ياخد حته من الخصيه ويحللها وخلاص. فللاسف ان هو مبقاش عارف الاماكن اللي ممكن ياخد منها وبيضر الخصيه ضرر بالغ. دلوقتي طلع حاجه أحدث وأعلى كتير اسمها الجراحات الميكروسكوبية للخصية. الميكروسكوب الجراحي ده بيحدد الأماكن اللي ممكن يتواجد فيها حيوانات منوية, بيكبر, ده شكل الميكروسكوب الجراحي أهو اللي هو بيخش يبص ويكبر الخصية دي كتير ويبتدي يدور على الأماكن اللي ممكن يطلع منها الحيوانات المنوية, وبالتالي بتبقى نسب نجاحه أعلى من الجراحات العادية. وأنا جالنا مرضى كتير فتحوا الخصية مرة واتنين ما لقوش حيوانات منوية, وبعد ما اتحضروا جيدا مع دكتور الذكورة في المركز وجم يفتحوا الخصية بالجراحة الميكروسكوبية عن طريق الميكروسكوب الجراحي ده لقوا حيوانات منوية. يبقى هي القصة كانت التحضير الغير جيد الأول والأجهزة اللي مش متقدمة اللي معرفتش أطلع منها الحاجة اللي أنا عايزها. بس أنا بقى بنصح الزوج والزوجة دول نصيحة. وإحنا ليه بنتكلم, هتقولي أنتوا بتتكلموا على الموضوع ده أنتوا بتوع النساء ليه؟ المشكلة الكبيرة اللي بنلاقيها إن الزوج بينسى بقى الموضوع, بيقولك أنا المشكلة فيا, هروح بقى أشوف نفسي مع دكتور الذكورة وأخد العينة والكلام ده. أقول له لا, قمة الغلط. ليه؟ ساعات نلاقي الحيوانات المنويه دي عددها قليل قوي لما نيجي نستخرجها من الخصيه ما تنفعش تتجمد, ويمكن ما يطلعش تاني حيوانات منويه. يبقى انا ضيعت عليه فرصه ذهبيه ان هو كان ممكن زوجته دي تبقى متحضره وجاهزه, والحيوانات المنويه القليله اللي طلعت دي بعديها نص ساعه ولا ساعه دخلت زوجته وسحبت البويضات ولقحتهم وعملت اجنه. طب لو الزوجه مش متحضره, لا ده انا لسه هحضر الزوجه وهجمد الحيوانات المنويه دي, احتمال لما اجي افكها الاقيها ماتت ما لقاهاش كويسه. طب انا لسه فاتح له الخصيه من كام يوم ولا من شهر مثلا, هل ينفع افتح الخصيه تاني؟ لا ده انا محتاج 6 شهور عشان اعرف افتح الخصيه دي تاني, ويا عالم اطلع يا ما اطلعش. يبقى ليه انا عملت فيه كده؟ هيقول لي طب زوجتي هتتحضر على الفاضي؟ هقول له مش احسن ما نضيع عليك فرصه كاملة. أنا مش هدخل زوجتك العمليات إلا ما الدكتور معمل أجنة عندي يقول إن أنت طلعت حيوانات منوية, بس تبقى جاهزة ستاند باي كده. يقول لي أوكي أقوم مدخل حضرتك, ويكون دكتور الذكورة بتاعي حضرك جيدا. وهي دي الحالات فعلا اللي بتنجح وبيبقى نسب نجاحها في الحمل كويس في الحقن المكاري. وكتير من الحالات دي اللي اتحضرت جيدا وفتحت جراحات ميكروسكوبية بعد مرة واتنين وتلاتة جراحات عادية لقينا فيها حيوانات منوية, والزوجة لقحنا البويضات بتاعتها وعملوا أجنة وزرعناهم جوه الرحم بتاعها وحملت. يبقى احنا اديناهم الفرصة الصح أو الطريق الصح. المشكلة في الحالات دي إن كتير منهم بيتحضر غلط, وبالتالي بيبقى جزء من فشل العملية هو التحضير الخاطئ وليس إن هو ما عندوش أو في مشكلة. إيه الفرق بين تقييمك الطرق القديمة في التعامل مع الحالة والطرق الحالية؟ الطرق القديمه زي ما قلت لحضرتك كانت بتضر الزوج, حاله الاعدام الحيوانات المنويه اللي هو احنا مركزين في قصه اللي هم الازوسبيرمي. الازوسبيرمي انه احنا عملنا تحليل للسائل المنوي لا يوجد حيوانات منوية. ان الطرق القديمه ما كانوش كانوا بيعتمدوا على ان هو ياخد عينات من الخصيه بطرق عشوائيه, وبالتالي ما كانش في بعض الحالات دي كتير ما مش قادر يجيب مكان الحيوانات المنويه الصحيح. ده واحد. تاني حاجة, أخدوا عينات كتيرة من الخصية زي ما حضرتك عارف بيخلي الخصية دي يحصل فيها تليف, وساعات حجمها يبتدي يصغر, وبالتالي لما يجي يفتح بعد كده مش قادر يجيب منها. لا, الجراحات الميكروسكوبية هو محدد المكان اللي هيروح فيه, مكبر الحاجة دي آلاف المرات عشان يعرف يجيب المكان ده. أخده للعينة بتبقى أكثر دقة, وبالتالي فنسب نجاح أعلى. فقلنا
ان كل مركز عشان يبقى مركز متميز لازم يكون عنده حاجات الحديثه كلها اللي تاهله للتميز ده. يعني لازم يبقى عندي في المركز ده حاجه اسمها الميكروسكوب الجراحي، ما ينفعش ان انا لسه ماشي بالتقنيات القديمه وبضر مرضايا بدل ما افيدهم، لا انا عاوز افيدهم يبقى اديهم الحاجه الاحدث عشان في الاخر نوصل لنسب نجاح عاليه باذن الله سبحانه وتعالى. تعالى اسمعك ابو العريف هيقول ايه دلوقتي. ابو العريف انا عدت بستنى فقره ابو العريف على طول. انا علينا الضغط بس اللي هنسمعه من ابو العريف دلوقتي ده مش ابو العريف بس اللي بيقول، ناس كتير تانيه بتقول. تعالى نسمع ابو العريف. يا باشا يرضيك حمادة يروح لدكتور النساء بمراته يكشف عليها علشان متأخرة في الخلفة، يقوم دكتور النساء يقول له روح اعمل تحليل. جرى ايه يا حمادة؟ هو دكتور النساء هيكشف عليك؟ سألته يا حمادة مش انت كويس؟ قال لي كويس. يعني تمام؟ قال لي تمام. يا باشا مدام الرجل مننا تمام وقايم بواجبه وبيستحمى يبقى العيب في تأخر الإنجاب من الست، والراجل عامل اللي عليه من غير تحاليل. سألنا انت تمام؟ اه تمام. هو زي ما حضرتك قلت في الأول، هو ده برضو جزء بنسمعه، الربط ما بين العلاقة الزوجية بين الزوجين وبين علاقة حدوث الحمل أو التحاليل بتاعته، اللي هو الخلط ما بين القدره الجنسيه والقدره يعني دي حاجه ودي حاجه. يعني ممكن الزوج يبقى في القدره الجنسيه كويس جدا بس ما عندوش حيوانات منويه، ما والعكس ممكن، والعكس صحيح، يعاني من مشاكل في الاداء الزوجي لكن عنده الانجاب كويس جدا. فده لازم حتى الكونسبت ده يبقى واصل للمرضى ان لازم اعمل تحاليلي ولازم نحط الزوج معانا في المنظومه بتاعتنا عشان نبقى واصلين بنسب نجاح جيده. ما يبقاش كل الحمل على الزوجه ان تاخر الانجاب يبقى انت السبب، لا هو احنا الاثنين بنكمل بعض عشان نحصل على الحمل ده اللي هو الجنين اللي هو هيبقى خلاصه الحيوان المنوي والبويضه اللي لقحوا بعض. تنورتني وابدعت. يعني أنا سعيد إن أنا تواجدت معكم النهاردة، ويمكن النقطة بتاعت الذكورة دي أنا همتني كده إن أنا أتكلم عليها بصورة خاصة، لأن إحنا بنقابل الحالات دي كتير إنها بتلف غلط وبتعمل حاجات مش مظبوطة، وتجينا في الآخر بعد ما تكون الخصية دي اتدمرت أو ما مشيش طرق مظبوطة، وفي نفس الوقت ما تحضرش تحضير جيد واعتمد بس إن هو مشي في طريقه وسايب زوجته. احنا ساعات نيجي مثلا الراجل ده اللي بيطلع حيوانات منويه، بعد ما نطلع له حيوانات منويه الدكتور النساء قال لك اه لا زوجتك سليمه كويسه، عمل لها تحاليل هرمونات عشان يعرف هي سليمه ولا لا، هو شافها بالسونار وخلاص. نلاقي ان عندها مشاكل في الهرمونات، ساعات يبقى عندها حاجه جوه الرحم، يبقى بعد ما تعبت وطلعت الراجل ده الحيوانات المنويه اجي في الاخر اللي هو الزوجه اللي احنا المفروض كنا حضرناها كويس احنا ما حضرناهاش لان احنا تناسيناها خالص وقعدنا مركزين مع الراجل ده وبس. يبقى لازم المنظومه تكتمل، انا بحضر في طريقي ودكتور الذكوره بيحضر في طريقه واحنا الاثنين بينا تواصل. يعني طول الوقت يقول لي ايه حضرتك هتبتدي التحضير بتاع الزوجه امتى؟ اقول له في الوقت الفلاني ده مناسب ليك؟ يعني تحضير الزوج خلاص اوكي؟ يقول لي اوكي خلاص ابتدي. قال لي اجل تحضير الزوجه، اقول له طيب استنى هاجل لحد ما تقول لي الزوج ده اوكي ابتدي احضر الزوجه. انت نورتني واسعدتني. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور احمد عاصم الملا كان في كعادته مبدعا في الناس الحلوه، خليكم دايما مع الناس الحلوه. السبب الاساسي للسمنه المفرطه، السبب الاساسي مش الاكل كتير بس، قبل الاكل الكتير القعده الكتير، الراحه الكتير. كل انواع جراحات السمنه المفرطه الهدف منها انقاص الوزن وعلاج الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه اذا كانت موجوده وتحسين اللايف ستايل. السمنه تعطل الانجاب بصوره واضحه جدا، بتعمل تجسس في المبيض ولخبطه في الهرمونات ويعني تاخر في الانجاب بصوره واضحه جدا. البنات بيبقوا مهزومين نفسيا. البنت اللي وزنها كبير فعلا ما بتبقاش عايزه حتى تتصور،
مش عايز تحضر مناسبه مع صاحبتها او 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 قصار، بتبقى قاعده في البيت ما بتشوفش الشمس. ايها الناس، خلي بالكم من عيالكم، انتوا امناء عليهم. ده في ناس والله بتبعت الحاجات الادويه اونلاين، تقول تعالى خد خد العلاج. دي جريمة على فكرة. لا يقابل، دي جريمة لا يقابل، ما بقابلش العيان اصلا. هو انت بتليفون كده، هو في حاجه اسمها كده رصاص؟ انقاص الوزن هو علاج لتاخر الانجاب، انقاص الوزن هو علاج عشان يظبط الدوره الهرمونيه مره اخرى للبنت اللي عايزه الدوره بتاعتها تبقى منتظمه، عايزه يبقى عندها صحه انجابيه مظبوطه، لازم تنزل وزنها. انا اتمنى ان احنا نعمل منظار معده تشخيصي لكل الناس قبل عمليه السمنه، لان في حال عدم عمل منظار معده تشخيصي ما قبل العمليات بتتفاجئ ان انت تلاقي عندك فتق في الحجاب الحاجز، يا اما تكون سكر من النوع الثاني، وهنقيم ده بقى بالسي بيبتايد والفاستنج انسولين ليفل والهوما والانتيجاد، كل الحاجات اللي بتتعمل لتقييم المريض. انت نوع ثاني، هتبقى من اكثر الناس حظا، لان انت هتخلص من السمنه وهتخلص من السكر في عمليه واحده بس اللي هي تحويل المسار. لو هذا البرنامج نجح بس في محاربه السمنه، يبقى احنا قدمنا شيء عظيم. اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم جراحات السمنه، وخلينا ابدا كلامي بموضوع مخيف جدا. موضوع مخيف لانه لما تتخيلوه، انا هكلمكم عن الناس الاكثر سمنه في العالم. لما تتخيلوا الناس دي هتترعبوا، لان الناس دي ما بقتش كده بين يوم وليله، ما هي المساله سرحت منهم زي ما بيقولوا. فالسمنه وحش قد تامل له فياكلك، يبلعك. أول واحدة الله يرحمها الأمريكية كارول ياجر، دي توفت. كارول ياجر وزنها وصل 725 رطل، ما أعرفش بقى هل هو رطل ولا كيلو جرام، مش متأكد من الرقم، بس يعني زي ما انتم شايفين كان وزن رهيب يعني. وحاولت تخسر وزنها، لكن هي توفت سنة 1994 عن عمر كام سنة؟ 34 سنة، بعد توقف القلب بسبب السمنة المفرطة. وكان في الوقت ده تزن حوالي 500 وحاجة كيلو جرام. تاني واحد اسمه مانويل أوريبي. مانويل أوريبي ده مكسيكي، وصل وزنه 560 كيلو جرام في عام 2006، وقال بيقولوا انه وصل 325، بس المسألة برضو مخيفة للغاية. في طفل أندونيسي اسمه أكبر علي، وده اتولد في 2009، اتولد بوزن كبير جدا جدا، برضو الارقام مش واضحه قوي، ووزنه في الولاده كان 8.7 كيلو. وطبعا كانت الوالده بتعاني، والدته يعني كانت بتعاني من مرض السكر، فعملوا له شق قيصري، وكانوا فاكرين ان هي توأم، كانوا فاكرين ان الولد توأم. وبعدين بعد كده طبعا كبر الولد، ما اعرفش كان في صور له هو كبير شويه عن كده، لكن واحد من الأطفال السمين جدا في العالم. الناس دي مخيفة ليه؟ الناس دي مخيفة لأنه الناس دي معرضين لكل المخاطر اللي تتخيلوها في الدنيا. سكر بقى، ومشاكل في ضغط الدم، ومشاكل في القلب، وحاجات كلها كريتيكال. يعني مشاكل القلب، هنا احنا بنتكلم على فرص جلطات في القلب، ذبحات صدرية، فرص توقف عضلة القلب بأي شكل من الأشكال، سكتات دماغية، كل الحاجات اللي هي بقى اكستريم. احنا يعني مش هنقول بقى، يعني احنا مش في رفاهية ان اقول لكم لا ده الركب هتتأثر والعمود الفقري، طبعا ما الكلام ده، ما لا في ركب بتستخدم ولا في عمود فقري اساسا موجود يعني شغال. بس هرجع اقول تاني جملة، ان الناس دي اتسرقت. الناس اللي وصلت 500 كيلو دول ما كانوش بين يوم وليله 500، هم كانوا في يوم من الايام 80 و90 و100 كيلو.
بس سرحوا بقوا 150 بقوا 200 بقوا 250 بقوا 300. في مقاسي في الموضوع ده. جراحة السمنة للناس دي برضو أمر محفوف بالمخاطر حقيقة. يعني لما نقف هنا بقى احنا بنتكلم مثلا على المريض 300-400 كيلو هنعمل له جراحة سمنة وقدرة القلب بتاعته ممكن تكون 25، الإيجكشن فراكشن بتاعه 25، يعني احنا بنتكلم في هارت فيلير. نقف بقى وزي ما بيقولوا كونسولتو. الحوار هنا النهاردة مهم جدا جدا. تعالوا رحب بضيفي العزيز الاسم المتميز للغاية، والحقيقة أحييه على إن هو اختار هذا الموضوع للحوار، موضوع شائك، واحد من سوبر ستارز هذا المجال، والحقيقة بيسعدني دائما الحوار معه، صاحب يعني شخصية علمية متميزة وحضور علمي راقي للغاية، الأستاذ دكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، وطبعا المدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو كلية الجراحين الأمريكية، والحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة. منور يا دكتور. أهلا وسهلا، بنور حضرتك. أنا عايز الأول أسألك طبعا تعريف السمنة المفرطة هتشرحه لنا، مؤشر كتلة الجسم يعني إيه، لماذا اخترت السمنة شديدة الإفراط؟ تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل. والحقيقة طبعا السمنة المفرطة شديدة الخطورة اللي هي يعني اخترنا الموضوع بتاعها النهاردة فوق الـ200 وفوق الـ300 كيلو، بنلاقي فيها متعة شوية في العمل وفي انقاص الوزن. يعني طبعا بتبقى محتاجة جاهزية واختبار للذات واختبار للقدرة الجراحية عموما. فالأوزان الضخمة اللي هي كسر 200 كيلو و 300 كيلو بيكون عندهم مشاكل متعلقة بالتنفس، متعلقة بالتخدير، متعلقة بجدار البطن السميك، متعلقة بالخبرة الجراحية اللي انت يعني هتعمل عند تكميم ولا تعمله تحويل مسار، التجهيز الالات بتاعتك. طب الارجنومكس بتاعت اقول لحضرتك حاجة ملخص سريع كده. الاسبوع اللي فات كان عندنا حالة من ضمن الليستة الجراح دخل فيها، دخل عمليات، دخل بالكاميرا ودخل البورتات بتاعت الكاميرا، ولا الحجم الكبد ده كبير، وكان عندها المراره كمان ما قدرش يشيلها وطلعها، وقال لها الامانه تستدعي ان انا اطلعك من اوضه العمليات وانا مش هعمل لك العمليه الحقيقه. يعني احنا بنشكره طبعا لانه هو خلاص قدراته الجراحيه لا تتعدى. الحقيقه طبعا وانا مع الدكاتره المساعدين وانا شغال بيسالوني، يعني احنا جات لنا يعني احنا نيمناها تاني ودخلنا المنظار، بس فتحات منظار في حاجه اسمها الارجنومكس او برياتريك سيرجري يعني او اللابروسكوبيك سيرجري عموما، ان انت تدخل البورتات في الاماكن اللي هي دي حاجه تقنيه، ان انت ازاي تدخل البورتات المنظار طبقا لحاله الجسم او كتله الجسم دي ارت. هو لما دخلنا فتحات المنظار في الاماكن اللي هي المفترض ان هي بتدخل فيها، العمليه عدت اتيز مشت كويس جدا، فبيسالوني بيقولوا لي هو الخطا فين؟ يعني هو الجراح ليه ما عملش الحاله دي رغم ان هي ماشيه اتيز؟ فقلت لهم ده فيلير في ارجونومكس، هو مختار فتحات منظار مختلفه خالص، هو شغال مزنوق، انت بتشتغل اتيز، انت قايس المقاسات المظبوطه بتاعتك ومدخل منظار. هي دي ببساطه يعني الهندسه الفراغيه مهمه جدا، الهندسه الفراغيه اللي هي تخيل الاماكن بتاعت كل شيء قبل ما انا تدخل. ده ارت. واللي مش هيفهم الارجونومكس او كيفيه ان هو يتعامل مع المنظار هو مش هيعرف يعمل جراحه اصلا مظبوطه، وربما تكون حاله سهله بس هو صعبها على نفسه، وربما تكون حاله تقدر تعملها وتعتزل العياء. ما هي زي بالظبط انت لما تدخل عربيتك بتظبط الكرسي هو ده الارجونومكس، هو ده فن استخدام المنظار او فن علم المناظير عموما. طبعا الحاله اللي هي فوق ال 200 كيلو انت محتاج عندك تشالنج كتيره، اما جدار بطن سميك وانت دكتور التخدير اصلا اللي هو بنايم عيان 300 كيلو ده بيبقى يعني حاطط ايده على قلبه وعايز ينام في وقت قصير، بتبقى متعقم ومظبط الاتك، المساعدين موجودين، الدباسات مفتوحه، التخدير واقف، احنا هنبتدي مع بعض. الادويه بتاعت البنج انت هتستخدم ادويه ايه؟ العيان ده مش محتاج ينام، انت محتاج يعني بعد نص ساعه بالكتير نقطه اصحى يلا على طول اطلع خلص نفسك، يعني ما تقعدش فتره كبيره. فيعني هي محتاجه طبعا تكامل وجاهزيه عاليه جدا في ان انت تعمل عيان فوق ال 200 و 300 كيلو. عيان اسمه احمد جمال صديق، يعني
الاسبوع اللي فات 270 كيلو عملناه في من اسبوعين ثلاثه في المستشفى. كان بيتحرك 270 كيلو ده؟ هو دايما يعني ضمن الناس اللي كانت بتتحرك الحقيقه. ياه. كان بيتحرك بس عنده وجع في المفاصل غير عادي. طبعا يعني وجع في المفاصل غير عادي. الحقيقه طبعا العمليه بتاعته والله تمت في 30 دقيقه في احد المستشفيات بتاعتنا. 30 دقيقه ليه؟ لان انت جاهزيه محتاج بورتات يعني تكون على جهاز اكسترا لونج، محتاج الات جاهزه، انت يعني مجهز نفسك لهيت اند رن، هي وقت قصير تعمل عمليه تخرج بالسلامه. الحقيقه اللي نايمه معايا الاستاذ الدكتور طارق سعيد في مستشفى الشفاء في التجمع، من الناس اللي هي الاحترافيه في، وكل طاقم يعني كل فريق العمل التخدير طبعا انا بحييهم كلهم لانه بنعمل حالات صعبه واصعب من دي كمان طبعا، وكل فريق التخدير عشان بس ما حدش يزعل طبعا منهم، لانه بنعمل حالات فيها صعوبات تخديريه كبيره. برضو الاسبوع اللي فات منايمين عيانه من ضمن العيانين مخدرين اللي كنت بتحكي عليها تعبير منها تخديريا. اللي كنت حكيت لحكي عليها من قبل عندها تكمع دهني كبير في المنطقه دي. الرقبه كده ما فيش اصلا مسافه يدخل فيها الانبوب، يعني الانبوب دي محتاجه، هو ما دخلش الانبوب يعني في السياتر ده عايز فايبر اوبتيك معايا جنبه، لو مش عارف يدخل بيستخدم الجهاز على طول، عشان يعني انت مش تدي العين تخدير وتقول له انا مش هنيمك، ما هي الوضع لازم يكون على جاهزيه عاليه جدا. هو انا اخاف من البنج ومن التخدير كمريض فوق ال 200 و300 كيلو؟ احنا ما عندناش اصلا اوزان، يعني احنا ما جبناش 61 كيلو وبننيمه، يعني احنا عايزين كل العيانين كاسرين الكتله العاليه عشان نبتدي نعمل، احنا مش متفاجئين بالتخدير بتاع العيان الصعب المليان اللي رقبته ضيقه اللي طول الليل عنده مشكله في التنفس اثناء النوم شخير وعنده وخايف من التخدير. هي دي حياتنا يعني التخدير مش متفاجئ ان هو بنيم عيان 200 كيلو، وهيجي مثلا عندك لسه طويله يعني في يوم معين والتخدير هينقي بقى الحاله ال 170 كيلو نايمها او 120 كيلو نايمها والحاله ال 270 و300 ما نايمهاش، طبعا هو عنده الجاهزيه الكامله لذلك. تيجي على ترابيزه العمليات، انت عندك على ترابيزه العمليات تستحمل الوزن 200 كيلو ولا هتدور على ترابيزه تستحمل 300 كيلو، لازم تكون مجهز. الادويه البنج مش كل الادويه البنج تصلح في هذه الاوزان، انت محتاج تجهز نفسك. مش هدور على دباسه اكسترا لونج اشتغل بيها او دباسات معينه او دبوس الهايت بتاعه مش مختلف، ما هي دي جزء من حياتنا يعني مش متفاجئين بيه خالص. فالناس تطمن جدا اللي هو وزنه كسر ال 200 او 300 كيلو او اكتر، يعني الحقيقه تشالنجز كتيره جدا لكن تتعمل. انا ليه اصدقاء كتيره زي محمد الزغبي من بورسعيد، انا بذكر اسمه لانه انا بفرح بيه دايما طول الوقت، كان 330 كيلو 330 كيلو نازل 200 كيلو في الكلام ده من 4-5 سنين، وكان نازل من 330 ل 100، هو ليه فيديوز قديمه على اليوتيوب وفيديوز جديده ثانيه بعدها بفتره، وكان نازل 200 كيلو في اول ما نزل لحد 130 وبعد كده رفع ثاني ل 140 و150، كان ليه قصه يعني في استخدام العسل الاسود، كان بيحب العسل الاسود كان بيشرب كميات كبيره وبقى زاد في الوزن ثاني شويه، وبعد كده عملنا له تحويل مسار معده مصغر من اظن من 6 شهور اكمالا بقى، كان عايز يوصل بقى مش عاجبه ال 130 140 بعد 330، فهو عايز يوصل 70 80 كيلو، فجهزناه عملنا له تحويل مسار معده مصغر. هو صديق شخص يعني بحبهم يعني. انا بس سؤال اصدقاء بعد العمليه، بحكم الصداقه ديت ازاي وصل؟ يعني اكيد بيحكوا لك ازاي وصلوا، ازاي سرح بيهم الوزن ال 330 كيلو؟ هو بيبقى طبعا بحكم اللي انا شفته عموما في السمنه المفرطه الاف الحالات بيبقى الموضوع جيني وراثي بحت، يعني معظمه بيبقى سبب كميات كبيره قوي. طبعا الجسم كل ما يكون كل ما بيزيد هو الجسم بيتعود على انه يستهلك الطاقه العاليه، بيزيد في الوزن اكتر، بتلاقيه طبعا زاد اكتر واكتر، الجسم شراهته بتزيد اكتر واكتر، دايره مفرغه. محمد كان قاعد 6 شهور في رعايه مركزه مش قادر ياخد نفسه، عايش بسباب مركب قسطره، يعني قصدي كان في يعني ما بيقدرش يروح حمام، يعني ليه صور ببعتها لي بيركب حاجات موتوسيكلات او فيسبا وحاجات جميله، ده كان حلم بالنسبه له. يعني حاجه انا بتفرج عليه كده حلم جميله خالص، يعني ان حد يعني الناس دي طبعا بتعيش حياتها، تخيلوا بقى ان حد يوصل مثلا يبقى سنه 30 سنه فيعمل جراحه سمنه في الوزن ده، فيبدا حياته بقى من وهو عنده 30 سنه.
هو محمد كان عنده 31 سنه سنه بالظبط، انا بحكي لك والله 31 سنه بيبدا حياته من السن ده، يعني كانه اتولد ده بجد بقى. أيوة. التعبير كلمه انا اتولدت النهارده ده اللي احنا بنقوله في الافلام او بيتقال في السينما وعلى لساننا في كل، لا ده فعلا بيبقى اتولد اليوم ده، وقبل كده ده انا مش ذكريات كلها حزينه انا مش عايز افتكر. صحيح. سؤالي بقى يعني دلوقتي المريض اللي بالوزن ده جاي عنده مشاكل في قلبه واكيد مشاكل في التنفس وجاي ممكن يكون عنده مشاكل في ضغط الدم والكلى، هو جاي بمجموعه مشاكل كل واحده فيهم عامله زي ما بتكون قنبله موقوته، انت ماشي تعبير الادق في جراحه السمنه في الحاله دي كانك ماشي في حقل الغام، انت عارف حقل الغام بتمشي ازاي؟ صحيح طبعا. احنا الجاهزيه العاليه هي الحل، الخبره العاليه للجراح. انا داخل اعمل عمليه تكميم او تحويل مسار، مش بس بعمل عمليه، انا يعني تجهيز كله ولا عين ما يعرفش غير الجراح، التيم بتاع الجراح نفسه هو بينفذ حاجات في، يعني انا جزء من 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 حلقه يعني او جزء من مجموعه حاجات بتعمل تحضير على اعلى مستوى من الجاهزيه، يكون معاك طقم يعني استشاري تخدير على اعلى مستوى، معاك جاهزيه في الاستخدامات المستهلكات الطبيه الامريكيه الاحدث في العالم، انت مش داخل تجرب حاجه معينه، يعني انت داخل تعمل تاسك معينه وتخرج بوقت قصير، وقت بينج قصير، عايز تفيد العيان ما طلعوش بمشاكل. فهي الجاهزيه العاليه للجراح، الجاهزيه العاليه للتخدير، خد الاوبتيمم في كل حاجه بحيث ان انت ما انتش داخل تخاطر، يعني انت داخل تعمل اقصى حاجه ومجهز اعلى حاجه. حتى يعني انا عايز اقول لحضرتك مش بس فريق الجراحه ولا فريق التخدير بس، التمريض في حد ذاته مهم جدا، انت بتشتغل في ظروف ملائمه تخليك تعمل عمليه في وقت قصير، يعني حتى رفعه، يعني انت ممكن ترفع السرير يعني عايز تنقل العيان من مكان لمكان، محتاج طريقه لذلك، محتاج متابعه، ما انت ما عملتش عمليه وسبت العيان مش يروح كده، ما انت محتاج ممكن يعني طبعا محتاج تحفظات على ادويه الضغط اللي بياخدها، تنظيم ادويه السكر اللي بياخدها كان بياخدها قبل العمليه، محتاج ادويه مضاده للتجلطات، الوزن الضخم مع قله الحركه قابل لان هو يصاب بالجلطات، قد ايه بتدي له ادويه للسيوله ما قبل العمليه بليله، وقد ايه بتدي له لمده قد ايه ما بعد العمليه، هل بيشرب كويس ولا ما بيشربش كويس ما بعد العمليه، لان طبعا دي حاله تعتبر محتاجه جاهزيه عاليه جدا، حاله قنبله فعلا زي ما بيتقال عندنا في عرف الجراحه، دي من الحالات اللي هي الصعبه اللي محتاجه جاهزيه عاليه جدا. واذا لم تكن هناك، انا يعني انصح تماما اذا لم يكن هناك الجاهزيه العاليه لاجراء هذه الجراحات في اي مكان نعتذر عنها. عندك مكان جاهز لاجراء العمليه، عندك الحرفيه التامه لطاقم التخدير، انت ممكن تكون جراح محترف بس بتشتغل في ظروف غير ملائمه، ما عندكش سيتر، ما عندكش فنتليتور حلو، ما عندكش رعايه مركزه اذا احتجت رعايه مركزه، ما عندكش مستهلكات طبيه تكفي لذلك، اعتذر عن الحاجه. اعتذر حتى تجهيز الاشياء، حتى تجهيز. لكن طبعا انصح بوجود الجاهزيه العاليه، الاماكن المختصه لاجراء هذه النوعيه من الجراحات. انا يعني طبعا الاوزان فوق ال 200 و300 كيلو دي حاجات محتاجه يعني تعملها. بالظبط، ما تحطش العيان في موقف حرج، دي قاعده جراحيه. اذا يعني توافقت الظروف تخديريا وجراحيا ومستهلكات على اعلى مستوى والخبره الكافيه، اعمل اي حاجه واعملها بامان، ما تقلقش. يكون عندك نسبه متوازنه بين التفاؤل والتشاؤم، التشاؤم المحترف ده بيسموه التشاؤم المحترفين، لو انا لازم اكون حاطط اسوء السيناريوهات وجاهز لها. بالظبط طبعا. طبعا الجاهزيه الاسوء، ما هي ده بسميها انا في تعبيرات التشاؤم المحترف. التشاؤم المحترف ده انا كنت احطه ايام الامتحانات الشفوي، حاطط في اعتبار ان انا ادخل عند اكتر ممتحن قاسي في الاسئله. ذكريات فبحط ده في الاعتبار وانا داخل الصبحيه، فادخل ما بتصدمش بقى ان فلان داخل عمال لا جاهز لاقصى درجه. صحيح. والجراحه فعلا مش عايزه اي نوع من التجربه، انت مش داخل تجرب، يعني تكون على اعلى جاهزيه ان شاء الله الامور تمشي كويس. نسب النجاح تختلف ما بين جراحه السمنه المفرطه وجراحه السمنه شديده الافراط؟ الحقيقه طبعا احنا دايما بنحط في اعتبارنا ان شاء الله يعني نصل لنتيجه 100%، احنا لا نتوقع الاقل من ذلك، يعني بحيث ان طبعا دي حاجه صحيه طبيه، احنا بنعتبر ان ده لازم ان شاء الله توصل نتيجه 100% من الامان. واذا حصل اي حاجه زي ما اقول يعني محتاج تنفس صناعي، محتاج شويه اكسجين مكثف بعد العمليه للناس اللي عندهم اوستراك سليب ابنيا، احنا عندنا الجاهزيه الكافيه، ايه المشكله؟ اي حاجه يمكن التعامل معاها عشان تصل النتيجه ان شاء الله 100% باذن الله.
الناس اللي عندها سمنه شديده الافراط بعد اجراء العمليه ليهم اجراءات مختلفه؟ طبعا يعني معظمهم طبعا بيحتاج لاكسجين مكثف ما بعد العمليه، وقد يحتمل ان هو يقعد في الرعايه المركزه لمده يوم او يومين ما بعد العمليه. في بعض الناس المرتبط حالتهم الصحيه، يعني دي مش حاجه جراحيه، يعني تلاقي العيان بيشرب كويس ومحطوط عليه اكسجين، ايه المشكله؟ الاوبستراكت سليب ابنيا او صعوبه النفس اثناء النوم بتخلي المريض ما بعد العمليه في احتياج لقدر من الاكسجين ما بعد العمليه. ده جزء من العمليه احنا مش متفاجئين بيه، هو ده بيحصل حتى في يعني السمنه المفرطه العاديه احيانا بتحتاج لاكسجين مكثف ما بعد العمليه. ده في ناس متوسطين قوي بيبقى عندهم سليب ابنيا دي طبعا يعني فحاجه غير مش مفاجاه بالنسبه لنا او مفاجاه بالنسبه للمريض ان هو ياخد اكسجين ما بعد العمليه. احيانا بيحتاج يوم زياده، يعني العيان اللي هو وزنه 120 كيلو انا ممكن لو عمل عمليه في اول النهار قعد 12 ساعه معانا في المستشفى ممكن يخرج اخر اليوم. اللي وزنه 200 300 كيلو ما تقعد لك يوم زياده في المستشفى، ايه المشكله يعني؟ يا باشا يقعد 3 خد كير بزياده وخد وقتك، يعني هو وزنك يستدعي ان انت تاخد الـ 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 الوضع الطبي المناسب يعني لامانك، يعني مش اكتر من كده. اكثر عرضه هم للجلطات؟ طبعا طبعا اي مريض سمنه مفرطه اجرى عمليه سمنه مفرطه سواء تكميم او تحويل في الوزن العالي هناك تحفظات بنبتدي من الاجراءات قبل العمليه باستخدام كميات سوائل حتى كافيه. انا ما احنا بنصوم العيان من الساعه 12 بالليل عن الاكل وبيشرب لحد ما يوصل المستشفى، لو قدامه يشرب ميه عادي كلير ميه بيضة او حاجات كلير لمدة لحد ما يوصل المستشفى، وبقى قدامه ساعتين على ما يجي دوره مثلا في ليست العمليات. كفاية جدا عن السوائل المية الشفافة، ودي توصيات دولية يعني احنا مش بس النمرة. فبنشربه كويس جدا امان على الجلطات، وبياخد ادوية مضادة للتجلط قبلها بليلة. هي النمرة التانية كل عيانين السمنة احنا بنديهم ادوية مضادة للتجلط ما بعد العملية، قد تتراوح ما بين يومين ثلاثة لأسبوع أسبوعين في بعض الناس اللي هم أصلا كان عندهم جلطات سابقة، بنديهم جرعات مكثفة لمدة أسبوعين. فحتى في إجراءات برضو زي لبس شراب ضاغط ما قبل العملية إحنا بنلبسه، ويمكن الأهل بيبقوا أنتوا ملبسينه شراب ليه؟ أو في رباط ضاغط أحيانا في بعض العيانين بنستخدمه. ده حاجات كلها وقائية لا نفاجئ بيها، دي جزء من العمليه ان احنا ناخد بالنا من عدم حدوث تجلطات. خد احتياطاتك، اشرب كويس، اتحرك كويس، خد ادويه مضاده للتجلطات، انت هتمشي كويس. ثلاث حاجات احنا دايما بنقولهم لكل المرضى، وعلى فكره ده مش مرتبط بعمليه السمنه بس، كل العمليات الجراحيه الكبيره، كل العمليات الجراحيه اللي هي في يعني لازم تعمل حسابك ان انت تضاد التجلطات لاي مريض يجري اي نوع من العمليات، وخصوصا العمليات الجراحيه بتاعتنا في البطن او المتعلقه ب الجراحات اللي هي زي جراحات القولون، زي جراحات يعني اللي هي النساء والتوليد اللي هي زي اسار الرحم مثلا، تاخد بالك من مضادات التجلطات. بناخد احتياطاتنا من شرب ميه كتير، بنتحرك على طول، يعني احنا كل عمليه سمنه بنحركهم بعد ساعتين من اجراء العمليه، بندى ادويه مضاده التجلطات. هيجي لك الجلطه ليه؟ ما انت خدت احتياطاتك الوارده المظبوطه اللي هي اللي منصوح بيها دوليا واكثر من دوليا كمان. نفسي اسمع مريض سمنه بقى شديده الافراط هو بيحكي، يعني ده ممتع جدا، ده اللي هو هيقول الزبد زي ما بيقولوا، هيعبر عن حياته اللي كانت صعبه جدا. كتير منهم بيبقى ما خرجش من البيت، انتوا عارفين ان في ناس منهم اخراجهم عشان نعمل عمليه ده موضوع صعب جدا، انه ما بيقدرش يخرج من باب البيت. صحيح. الباب بتاع الاوضه بتاعته ما بيقدرش، هو بيبقى حمام جوه الاوضه مثلا، او بيبقى يا دوبك يعدي كده من باب الاوضه، لكن ينزل بقى من باب البيت على السلم على تحت، ده دي بتبقى عمليه تقنيا صعبة جدا، نقله على السلم صعب جدا جدا جدا. لانه مثلا انتوا تخيلوا مثلا، خلينا بس نفكر كده، انه مثلا لو 300 كيلو او 350 كيلو مفيش قطعة اساس اللي هو اصعب حاجة في النقل، صحيح، وزنها 300 كيلو مفيش، ولا فيه يعني مفيش مثلا يعني حاجة بتتفكك، كل حاجات بتتفكك وترجع تتركب تاني. هنا مش نقدر، الراجل ده لازم يتنقل كله، فشيء صعب، وساعات طبعا في ديسابيليتي، فالموضوع كله بيبقى صعوبات شديده للغايه، واحنا بنبقى قدام حاله كريتيكال فعلا جدا. هنسمع دلوقتي حاجه كده تورينا ازاي
هذه الجراحات بتفرق في حياة المرضى. انت نورتني واسعدتني وابدعت كالعاده. شكرا. ضيفي العزيز الذي يبدا دائما في حواره الاستاذ الدكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير، استاذ بكليه الطب جامعه الشمس، والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل، وزميل كليه الجراحين الامريكيه الملكيه بانجلترا، وعضو كليه الجراحين الامريكيه، والحاصل اعلى تصنيف دولي في الجوده في جراحات السمنه، كان ضيفي في واحده من حلقاتنا الممتعه في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه. أنا اسمي محروس محمد، عندي 23 سنة، عامل عملية تكميم معدة من 8 شهور، كان وزني بالعملية 285 كيلو، دلوقتي بقى وزني 160 كيلو في أقل من 8 شهور، دلوقتي بقت حياتي طبيعية جدا كتير عن الأول، وبقت كويس عن الأول بكتير. قبل العملية كنتش بعرف أتحرك ولا بعرف ألبس ولا كده، ولا حياتي كانت متدمرة، دلوقتي بقت حياتي كويسة الحمد لله، وبقيت بمشي طبيعي وبروح في كل حتة عادي، وبقت حياتي كويسة عن الأول بكتير، والحمد لله اتحسنت عن الأول بكتير. ولسه برضو ان شاء الله في نزول عن كده بكتير، وان شاء الله يعني في تصوير تاني وبشكل جديد ومنظر جديد ان شاء الله. الدكتور إسراء أحمد السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كلية طب القصر العيني، ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. ارتباط الأسنان بالبطنة بالأمراض البطنية، ارتباطها بنظرة دكتور البطنة والأسنان الاثنين إلى صحة الإنسان ارتباط وصول جدا جدا. يعني مثلا على سبيل المثال، الناس بتاخد مسكنات كتير، لازم يفهموا أن كثرة تناول مسكنات واحدة من الأسباب المهمة جدا لفقد الأسنان الحكاية دي في بنت أمريكية بدأت تكتب ونشرت قصتها صن البريطانية ذا صن الجريدة المشهورة، انه بسبب تناولها المفرط للمسكنات بدأت تفقد سنانها زي ما انتم شايفين، ودي صورها الحقيقية على فكرة، وكان بتاخد اقراص لمادة مهمة جدا، مش عايزين نتكلم على الاسامي، بس هي مادة فيها مواد اوبيوم او مواد افيونية يعني، ودي موجودة في نسب كتيرة جدا من مسكنات الالم، وموجودة في مصر على فكرة مسكنات الألم دي. المسكنات ديت منتشرة انتشار غير عادي، وللأسف تتسبب في تشوهات ومشاكل في الأسنان برضو غير عادية. حاجة تانية بقى كمان، إنه من الحاجات اللي لازم تفهموها فيتامين دي وتأثيره على السنان، وده ارتباط وثيق بين البطنة والأسنان. طبعا البنت يعني هي تقريبا هي نفس البنت، بدأت بقى تروح لدكاترة السنان وتعمل شغل ومشيت في الطريق بتاع تظبيط سنانها، وأكيد ليها حلول بس توقف مسكنات، لأن المسكنات ده شيء مخيف للغاية. لو بدأنا نبص لعلاقات أخرى بين الأسنان والبطن، هنلاقي الانفكشن، التهابات المزمنة في السنان اللي حضرتك مطنشها وما بتروحش لدكتور السنان، دي بؤرة صديدية مخيفة، ممكن جدا الانفكشن ده يوصل لصمامات القلب ويعمل التهاب في صمامات القلب، بل في ريكوردد كيسز ان في التهابات في الشرايين التاجيه بسبب البؤره صديديه موجوده في السنان، بدات وانتشرت الالتهابات وراحت رايحه على صمامات القلب او شرايين القلب، بس على الصمامات اكتر، وعملت حاجه مشهوره جدا اسمها انفكتيف اندوكاردايتس. ولذلك دكاتره السنان بيسالوا الهيستوري يا جماعه او التاريخ المرضي عند دكتور السنان، ده مهم قوي، لازم حضرتك تبقى صادق في التعبير عند دكتور السنان، ما ينفعش تروح تقول ايه هو ماله بقى هيقعد يسالني يمكن ياجلني، عندك لا ما عنديش، عندك حمى روماتيزميه لا ما عنديش، عندك بتاخد مضادات سيوله مضادات تجلط انتي كواجلان لا ما باخدش، السكر عندك، ده في ناس بتنكر ان عندها سكر وعندها سكر، عندك غده درقيه لا ما عنديش، ده نصيبه سوده، لان الغده الدرقيه تحتاج الى نوع معين من التخدير، اللي عندهم غده درقيه بتاخد مضادات تجلط لا ما باخدش، الدكتور يشتغل، ما هو مش لازم انت تقول، ما هو مش هيمشي وراك الراجل بكشاف
كهرباء بقى زي المخبرين بتوع زمان، ويكتشف يدخل عليك في الاوضه وانت في ضلمه ملميه. ايه ده؟ ايه ده؟ مش ده مضاد التجلط؟ انت ما قلتليش ليه؟ طب انا لما اجي اشتغل في اسنانك اعمل اي حاجه نزيف هيبقى جامد، لانك بتاخد مضاد التجلط، لازم تقول لي عشان اظبط الجرعه مع دكتور الباطنه وخلافه. هنا لازم تكون صادق، سكرك مش مظبوط، هعمل لك زرعه او هشتغل في اسنانك وسكرك مش مظبوط، يبقى انت بتحكم عليا انا بالفشل قبل ما تحكم على نفسك. طب ظبط السكر، نقعد نظبط السكر مع دكتور البطن. قال له يا دكتور بعد اذنك ظبط للراجل ده سكره، بياخد انسولين جرعه مثلا قليله نزود له جرعه شويه، بياخد ادويه من خلال الفم نزود دواء، بيعمل ايه نشوف لغايه لما السكر التراكمي يبقى مظبوط. الكلام ده لازم تكون صادق انت وفاهم علاقه السيستمز بطب الاسنان. النهاردة لقاء ممتع جدا مع ضيفتي صاحبة الحضور الرائع والحوارات الممتعة والحكايات الجميلة في عالم التجميل. النهاردة هيفرض نفسه بقوة عالم الفينير مع الضيفة العزيزة الأستاذة الدكتورة إسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية الطب قصر العيني، وصاحبة الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان من جامعة سيفيا، ماجستير جراحات الفم والأسنان. أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتورة. بتضحكي وأنا بحكي. واضح ان ده ذكريات اليوم يعني. الناس بنسبة كام في المية الصادقة في التكلم عن الهيستوري بتاعهم المرضي؟ يعني ممكن تقول 50-50 يعني، في ناس تقول الحقيقة ومعظمهم. طب ليه بيخفوا؟ تاج زي ما تقول كده بيبقوا ايه يعني، مش عايزين نفتح في حاجات ملهاش. لا عادي، ادام انا باخد الدواء يبقى تمام، ما عنديش حاجة. ودايما المعلومة اللي بتجننك بقى ان كل الناس بيقولوا لك عندي سيولة. يا فندم دي اسمها لزوجة. طالما بتاخد اسبرين انتيكو اجلد او اي مسيل للدم يبقى حاجه عندك لزوجة مش سيولة. لا اصلها يعني بتعمل مشكلة كبيرة مش بتعمل مشكلة صغيرة، لانك بتديني الحاجة العكس. فلازم انت تقعد بقى ايه، هو في بليدنج تندنسي حاجة وكواجيليشن تندنسي حاجة تانية بالزبط. اللي هو فرص يعني، ما احنا بناخد انتي مضادات تجلط، مضادات تجلط دي عشان تدي للدم سيولة، وبنعالج سيوله الدم. سيوله الدم ده اللي هو بريدنج تندنسي او الميول النزيف، تاني حاجه بيربرا او هيبوفيل. طيب عايز اتكلم على الفينير بقى. هل الفينير تغني عن الزراعه؟ ملهاش علاقه يعني، الزراعه انت بتزرع مكان فاضي، الفينير بتحطه على اسنان. في بس معلومه انا حابه ان الناس تستوعبها كويس. ليه؟ لان الناس من كتر ما سمعت عن الفينيرز والعظمه بتاعه الفينيرز وجمالها والقد ايه شكلها ناتشرال، فالناس متصوره ان الفينيرز دي هي كل حاجه. لا، الفينيرز دي بتتحط في مكان معين. ايه بقى المكان المعين؟ اول حاجه السنان ديت تكون سليمه، السنان ديت يكون فيها مشكله صغيره زي فراغ خفيف او لون شكله مش جميل او لون السنان عندك سنه فاتحه وسنه غامقه. تمام، السنان لازم تبقى مترصه في المكان اللي انت راضي عنه فيه. ده دي كده اساسيات. رابع حاجه بقى اللي غفل الناس كلها عنها، ما يكونش اوريدي انت مركب كراون. لان مركب كراون يعني انت برد السنان اول اراوند، ازاي هتحط حاجه سيرفيس؟ يعني مثلا حاله زي دي، الحاله دي كل المشكله ان السنه اللي في الوش ديت لونها اغمق من باقي الاسنان، وده مسبب له مشكله نفسيه وي وي وي. دي حاله ألف ب فينيرز، مش محتاج ان انت تدخل معاه في حاجه اكتر من كده. هي ليه سنه دي اغمقت لوحدها؟ السنه دي الشاب دوت مخبوط فيها من وهو صغير. فالسنه ديت ماتت. ما انا قلت لك ايه، دي حاله فينيرز. ما فيهاش حوار، ما فيهاش كلام. لا، الحاله دي مش فينيرز. ماشي. الولد دوت السنه دي اتخبط فيها وهو صغير وطنش ومفيش مشاكل والدنيا ماشيه وبيس ومفيش حاجه. جه ابتدى يكبر، السنه لونها مضايقه، بس هو مفيش اي حاجه مضايقه خالص، لونها بس اللي مضايقه. فانا طبعا اول حاجه جريت على المصباح السحري بتاعي علاء الدين بتاعي، صور لي مقطعي على طول، علاء الدين الحقنا يا علاء على طول. فلقيت ان في كيس سيست تحت الثلاث سنان الاماميين، مش واحده بس، الثلاثه. فطبعا القصه اتغيرت توتالي بقى. احنا كده فتحنا ونظفنا السيست اللي موجوده ديت او الكيس الدهني اللي موجود دوت، وطبعا الثلاث سنين اتعملوا علاج عصب، والثلاثه والاربعه اتغطوا ب ثلاثه طرابيش وواحد فينير. ليه بقى؟ ليه؟
علشان خاطر وانس ان انت عملت علاج عصب وشلت جزء من الجذر ونظفت سيست من جوه او كيس دهني من جوه العظم، لازم هتكون عامل علاج عصب وطربوش الف ب. وصلنا لنتيجه ما شاء الله فعلا. انا عايز اقولك ان السنان طالعه بقه فعليا كانها لولي، طالعه بتلمع كده حاجه جميله جدا، لان الولد اصلا خمس سنانه حلوه وانت عندك الخلفيه حلوه. في بقى ناس عندها مشكله انها لما بتكون عندها سنه غامقه قوي، في ناس السنه بتبقى لونها اسود وهم صغيرين، الدكتور حشاهاله بلاتين. فالبلاتين ده فيه ميركوري، يعني زيبق، الزيبق دوت السنه امتصته بقت السنه لونها رمادي. مع التركيب السنه دي بتبقى مشكله، عمرها ما هتبقى زي لون اللي جنبها، دي بتحتاج تكنيك تاني خالص في الشغل. ممكن السنه دي لوحدها تحتاج تركب لها طربوشين، لكن في حاله ديت لا، هي مش محتاجه طربوشين ولا حاجه، هي عادي لان لون غمقانها مش شديد الغمقان قوي كده. بس ده سر محدش بيجي على باله من المرضى عاده، يعني هو جاي يعمل ايه؟ حط لي فينين على السنه دي بس خلاص، ده كل اللي كان في دماغه ان القصه كلها هيحلها في ربع ساعه. لما عملنا الاشعه المقطعيه اللي الناس كلها بتقول بعملها ليه وملهاش لازمه طالما بشتكيش، مش حاجه اسمها كده. الطبيعي يا جماعه ان احنا لازم بنعمل اشعه طالما في حاجه غريبه حصلت. وبرده من ضمن الحاجات اللي انا بقولها للناس نصيحه عامه ملهاش علاقه بطب الاسنان، وانس ان احنا كسرنا ال40 لازم تعمل كل سنه تحاليل، كسرنا ال50 افضل كل 6 شهور نعمل تحاليل. الفينير بقى نقرب منها شويه، كلميني على الفينير. طيب الاول هنعرف الفينير بيتحط فين وايه هو الفينير. اول حاجه او اللي احنا عارفينه لازم تتحط على اسنان سليمه، العضه مظبوطه. سليمه يعني ايه؟ يعني سنه لا تكون فيها حشوات كبيره ولا تكون معموله علاج عصب ولا هنعمل لها علاج عصب ولا تحتها خراج. الفينيرز هو مش اكتر من ان انت بتغير لون اسنان او بتغير رصة صغيرة، يعني سنة بارزة حاجة بسيطة، فممكن انت تحط فينير تبدو انها معتدلة. الفينيرز حاجة بتغير لون وبتقفل مسافات صغنططة جدا، لكن لو انت عايز تقفل فراغ كبير، طيب الناس يقولك يعني ايه فراغ صغير ويعني ايه فراغ كبير. الفراغ الصغير اللي انت بتدخل فيه ضفرك بالعافية دوت اللي هو فراغ صغير. فراغ كبير انت بتدخل ضفرك خارج داخل كده وهو مرتاح وعمال رايح جاي معاك. يعني دوت بالنسبة لأي حد ده فراغ كبير. ليه؟ ده هتدخل فيه ضفرك رايح جاي مرتاح، بس دوت نقدر نقفله بفينيرز. ليه بقى؟ علشان احنا ده مش سهل على فكرة، دي صعبة جدا على فكرة، دي حلقة صعبة جدا على فكرة، حلقة صعبة جدا عشان تظبط زاوية والسنان ديت ما تخبطش في بعضها وتوزع المسافات لأن انت عرضت من ورا لقدام وتطلع المنظر ناتشرال. احنا اضطرينا ان احنا نطول جزء في اللسة من فوق عشان اعرف اظبط ويطلع شكلها ناتشرال تماما. انا مصورها لك من والبق كله مفتوح ومكشوف بالفاتح علشان تشوف قد ايه شكلها ناتشرال جدا. مش هيجي على بالك خالص ان 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 الفينيرز ديت كان فيه فراغ واتقفل، او العرض بتاع السنان مبالغ فيه او الطول مبالغ فيه. ليه؟ لان انت ممكن تيجي تاكل من اللسه تلاقي الطول بقى مبالغ فيه، تلاقي نفسك مطلع سنه هرميه مرعبه. لا، بص هنا شكلها ايه في الناحيه الشمال، قد ايه هي شكلها طويل وعريض وفي فراغ كبير. وعلى فكره كانت فعلا متضايقه جدا من شكل الفراغ دوت، متضايقه نفسيا جدا. وبص في الناحيه اليمين شكله ناتشرال جدا ولا كانها عملت حاجه. نقينا لون الاسنان طبق الاصل ورا وقدام وكل حاجه بحيث ان هو فعلا تبدو ان هي 100% سنانها الطبيعيه. هتقولي مثلا الحاله ديت ليه ما عملتش تقويم؟ هقول لك ليه. صعب بالنسبه لها وفي نفس الوقت مش مستاهله قوي تقويم. بالظبط، هي صراحه مش مستاهله سنه بلس ان انت وصلت لنتيجه حلوه وبيضت الاسنان، لانها كده كده كانت هتعمل فينيرز علشان عايزه تغير لون الاصفر بتاع الاسنان. فانت اوريدي هتعمل فملوش لازمه ان احنا نعمل الحاجه ديت. في برضو في الصوره قبل عايز اوريك حاجه دي الناس كلها بتختلف عليها، الصوره اللي فيها الفلق نفسه. في حاجه اسمها الوتر الشفوي. الوتر الشفوي دوت اللي هو شايفه في النص، في النص فوق، الوتر ده الناس غايبة عنه خالص.
شايف الوتر دوت اساس مشاكل نص مشاكل التقويم اللي فيها فراغات. الوتر ده مربوط بالشفه، كل ما بتيجي تتحرك او تتكلم او تتاوب او تمضغ الوتر دوت يفضل رايح جاي مع الشفه. طالما الشفه اتحركت يبقى الوتر ده بيتحرك. هيتحرك ازاي؟ هيتحرك يمين وشمال، هو مش هيعمل حاجه اكتر من كده، يمين وشمال، فيبدا يزق السنان تفتح من بعضها. عشان كده تسمع ايه حد يقولك ده انا كان عندي فراغ ورحت عملت تقويم، مجرد ان شلت الجهاز الفراغ رجع. ليه؟ لان الوتر الشفوي دوت ما اتشالش. الوتر ده لو قصرناه او شلناه هتلاقي ان السنان وضعها بقى ستيبل جدا، ما بقاش فيه مشاكل خالص في حاله التقويم. في الحاله دي ما احتاجناش نشيل الوتر. ليه؟ لانه مش واصل لحد بين السنان، هو عالي، فتحرك او ما اتحركش هو مش هيفتح لي المسافات ديت تاني. فالفينيرز لازم الاول كده فهمنا امتى بنستخدم فينيرز. طيب نيجي بقى على الناحية التانية، ايه انواع الفينيرز؟ الفينيرز انواع كتير جدا لا تعد ولا تحصى. لو احنا جينا نتكلم ايه اعلى نوع نعمل منه فينيرز، هتلاقي السوشيال ميديا والناس كلها بتتكلم عن ايه؟ على الاي ماكس. انت دكتور قديم اسنان دلوقتي. اي ماكس. برافو عليك. الناس كلها دلوقتي بتتكلم عن ايه؟ عن الاي ماكس. لو جيت سالتني بقى انا في 30 سنه خبره هقول لك ايه؟ زركون. قول لا، بيلد اب. انت تعمل شاسي من اي ماده انت عايزها، وبعد كده تعمل بيلد اب، تقعد انت تبني السنان ديت بالبورسلين بتاعك او الزركون بتاعك او حتى الاي ماكس بتاعك، تقعد تبني السنه ديت سنه سنه عشان تقدر تطلع نقاء اللون بتاع خلقه ربنا، اللي هو عندك الحدود بتاعتك شفافه، الجناب شفافه، اللي في النص معتم، ناحيه اللثه غامق عن ناحيه الادج اللي بتاكل عليه. البيلد اب ده بقى ده مشكله الناس مش متصوره، غالي جدا. ليرينج. ليه بقى؟ لان الليرينج ده ليه فني لوحده خالص، غير بقى الدكتور اللي اشتغل، وغير الفني اللي صور، وغير الماشينز اللي شغاله، وغير كل ده. ده بيقعد يجيب مثلا 10 12 نوع اي ماكس او بورسلين او زيركون، ويقعد يخلط ويطلع لون، ويقعد يبني بالريشه. عارف الريشه بتاعه الفنانين؟ انت بتبني بريشه ويدخلها الفرن تنشف ويطلع السنة تاني ويقعد يبني عليها، وبعد ما يخلص يدخل يجلز أو يعمل جليزين، ده فرن تاني غير الفرن الأولاني، عشان أطلع لك شكل ناتشرال 100%. طب الأسنان من الحاجات الغالية جدا، وممكن برضو تعملها رخيصة جدا. إنك تعمل الحاجة بلوك واحد ده أرخص لك، أنت خلاص خرطت ارمي في الفرن خلصنا. طب انت بقى لو عايز اكيوريسي وجمال وحركات، وده بقى يكون نقاء لونه من تحت اغمق افتح من فوق، وتدركت الكالرز واليمين وشمال بدرجه وفي النص درجه، اللي هو خلقه ربنا، اللي هو لما تشوفها دي خلقه ربنا، دي لازم تتعمل لايرنج. مش هفرجك حاله. مش تشيكلتس. مش تشيكلتس. تشيكلتس دي في الطول والعرض. في اللون ده اسمه لايرنج. الحاله دي طبعا الحاله ديت دي جايه لي عامله تجميل، ماشي؟ التجميل دوت. هذا التجميل؟ اه هو ده التجميل. لا بتتكلم بجد؟ اه بتكلم بجد. هي كده عامله تجميل. او ماي جاد. السنان لا علاقة لها بالتجميل تماما. لا علاقة. لا لون ولا تقفيلة فراغات ولا مستوى طول من فوق ولا من تحت ولا أي حاجة، بدليل إنها. هو كده يعني دي فينير ولا كراونز؟ لا ديت فينيرز. فينيرز؟ ده مستخدم إيه؟ إيه المادة بتاعت الفينير المستخدمة؟ مستخدم اقل انواع طبعا، في حاجات فيوز ميتال وحاجات لا، بس هو مستخدم اقل انواع جوده. المعدني يعني في لير معدني تمام، ومعتمد جدا جدا. اه مفيش ريفليكشن. وهو طلع فراغات، يعني المفروض التجميل في حجوز معدنيه عامله لون، وهو كل حاجه مش مظبوطه. فتخيل بقى حضرتك ان انت بتصلح شغل حد تاني. اللثة كمان ملتهبة جدا جدا. ملتهبة جدا. وخدت بالك ان طول الاسنان قصير جدا، هي مش متناسق طول الاسنان. يعني هو ما هو الاسنان السنترال مش دي نفس الابعاد بتاعتها مع، وبعدين ما تعرفيش اللي جنبه ده ناب
ولا قاطع ولا ايه بالظبط؟ وفي لو تاخد بالك اللي ناحيه الشمال طالع لبره كده اه ما هو كانه ناب بس هو قاطع بالظبط يعني. والاحجام رايت وليفت مش زي بعضها يعني بص خط النص يعني اللي في الشمال غير اللي في اليمين ان اللي بعد الاثنين اللي في النص السنتين اللي على شمالهم يبان ناب واللي على يمينهم قاطع ثم ناب فكانه هو يعني تجاهل خالص تصنيف الاسنان الاناتومي والتوزيع والتجميل الكونسبت بتاع التجميل واقع خالص عند الحد اللي ده. صمم عمل القرار ده مفيش تصميم تصميم ايه هو ده مفيش تصميم فعلا والله يعني هي بجد يعني ثابت عليا اللي هو ايه انا جايه ودافعه وعامله وطلعت بالشكل ده طبعا ديت مشكله كبيره طيب المشكله ديت قدرنا بقى نظبطها ازاي قفلنا كل الفراغات عملنا كل الدايمنشنز اللي انت ممكن تتصورها ظبطنا الطول من فوق ومن تحت الحاله دي معموله ليرنج بس هصورها لك تاني بقى اجيب الضوء من جوه من عند السنة عشان تشوف توزيعه الاي ماكس متوزعه ازاي اللون مختلف تماما الاعتام اللي كان موجود انتهى خط اللسة واللون المزنهر الاحمر قوي بتاع اللسة الملتهبه اتغير تماما تماما كل القصه في ايه القصة بقى في الحالة دي انها خدت وقت شوية ليه؟ لما بيجي لك حد عامل حالة واللسة ملتهبة لدرجة ان هي طول ما هي قاعدة بتنزل دم او بتبقى مجردك تلمسها تنزل دم دي قصة لوحدها لازم التركيبة الوحشة دي تنزل وتحط تركيبة تانية مؤقتة اللسة دي تهدى تماما وعملنا تجميل لسة وشلنا الزيادات وظبطنا الاطوال لان اللي قبلنا كان مش عامل اطوال كانت الدنيا هايصة وما فيش فستونات يعني اللسة مش نازلة مدورة اللسة تحس انها مقطوعة سطر كده بالعرض زي ما تقول جايب مشرط وعاملها كده الحالة ديت التصميم بتاعها فعلا خد وقت انت قفلت المسافات ظبطت الطول الحالة دي مثلا في فني قعد 3 ايام يرسمها ده غير الشاسيه اللي تحت غير الجسم بتاع السنة لوحده انت قعدت تظبط في السنان وتبنيها بالفرشة كده أيام 3 أيام قاعد بيعمل عشان تطلع بالشكل ده هي فعلا مختلفة طب أنا عايز أقرب برضو من فكرة المتابعة بعد تركيب الفينير يعني هي تركيب الفينير هنا خلاص ده الاند هذه نهاية الرحلة ولا بنبدأ رحلة تانية اسمها رحلة المتابعة رحلة المتابعة دي مشكلة عند كل المصريين إن الناس كلها المينترنس الناس في ناس تجيب العربية يعني وما تروحش التوكيل بعد كده خالص يعني طب تصدق دي بقى صعبه يقول لك ده انا دافع فيها فلوس قد كده لازم اوديها التوكيل او لازم اعمل لها لا لا كذا او لازم اصين كذا او لازم في ناس كتير على فكره تمشي بالعربيه زي ما هي كده لا 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 دي صعبه يقول لك دي صعبه عليه الفلوس والله بس مع الاسنان بقى يقول لك لا ده انا دافع فلوس قد كده مش مفروض اروح تاني ما هي طب اشمعنى حضرتك قبلتها في العربيه ما قبلتهاش في بقك يعني العربيه دفعت فيها فلوس كتير فبتعملها صيانه بقك دفعت فيه فلوس كتير فالمفروض ما يعملوش صيانه هو الصين نفسه بنفسه لا يا جماعه الف ب اي حد عامل حاجه في اسنانه اي حاجه حتى واللي مش عامل في اسنانه لازم يزور الدكتور مره في السنه مش طبيعي ان انت ما تروحش للدكتور الاسنان غير لما يكون في كارثه عظيمه يعني شيء مفجع لازم يبقى في مؤثر خارجي فظيع علشان تروح لدكتور الاسنان يعني مثلا كان جاي لي حاله من كام يوم شخص مهذب وجميل ولابس حلو وفيري ريتش وكل حاجه جميله معاه ما جاش غير لما السنه الاماميه وقعت طب كان في مرحله لخلخه قبلها على فكره وكان في مراحل تانية كتير وكان في مراحل التهاب لسه وكان في مراحل تغيير في ريحه الفم كان في مراحل المراحل دي فين انت متصور هو لغى كل المراحل ديت وما جاش غير لما عارف الشديد القوي اللي هو السنه وقعت اللي هو اروح شغلي ازاي في سؤال برضو ممكن مهم قوي في سؤال مهم قوي الناس برضو ما بتاخدش بالها او بتبقى قلقانه منه قوي سواء في الزراعة أو في الفينيرز أو في التجميل أو في أي حاجة لها علاقة بالواجهة بتاعت الناس سواء ست أو راجل انهم عندهم اعتقاد من دكاترة تانية إن أنت لو عملت حاجة في سنانك أنا هسيبك بسنانك مبرودة تروح كده بسنانك مبرودة وتمشي كده والمنظر هيبقى مرعب وهسيبك بسنان مخلعة لا خالص
انت زي ما دخلت زي ما خرجت، نعمل لك تركيبه مؤقته يا اما شكل اللي انت جاي بيها يا اما افضل منها كمان. لكن ان انا اسيبك من غير سنان خالص لا، وبالذات في الاسنان الاماميه. عاده المريض بيعمل ايه لما بيبقى الشغل في الاسنان الاماميه؟ قال لك اعملي تركيبه مؤقته النهارده. في الخلفي بيقول لك لا مش مشكله، تمام ما فيش، انا ما عنديش مشكله خالص في الموضوع ده. بس الناس بيبقى اللي مأجل قرار انها تروح لدكتور الاسنان سنين ان هو هيخرج من عندي بشكل مرعب، مش هيقدر يقابل الناس بيه ولا هيقدر يبص في المرايه، والموضوع هيبقى فيتل وحياه يعني عارف مرعبه. لا 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 مفيش الكلام دوت خالص. ما ينفعش بعد كل التكنولوجي دوت واقول لك استحمل شكلك دوت لحد مثلا ما تستلم التركيبه بعد يوم ولا اتنين ولا تلاته. لا انت من ساعه ما بتدخل لحد ما بتروح انت بنفس شكلك اللي جيت بيه. التقويم فكر بقى، بصي بقى، لانه في فكره ثابته عند الناس، وده لو جبتي لاي حد مهما كانت ثقافته وكلمتيه على التقويم بيقول لك لا ما هو التقويم عدى السن بقى اللي انا اعمل فيه تقويم. التقويم ده بينفع في السن الصغير، الاولاد الصغيرين هم اللي ينفع معاهم تقويم. ما تجيش سن 30 ولا 40 ولا 50 تقول لا اعمل تقويم دلوقتي، خلاص اللي باظ باظ، السنان خدت على الوضعيه دي. الفكره دي في دماغ الناس مش تقدر اغيرها. الفكره ديت فكره عارف انت يقول لك ايه، فقر الفكر. يعني ايه بقى فكره فقير؟ يعني ما قراش، ما ثقفش، ما سمعش، ما اتفرجش علينا، ما اتفرجش علينا. فهي ديت المشكله، ان هو واخد الداتا بتاعته من السراوندينجز اللي هم ممكن اصلا يكونوا الهيستوريز بتاعتهم وحشه، يعني حصل له مفارقات وحشه هو بنى عليها. مفيش حاجه اسمها كده، لازم يبقى عندك انت عندك بيز بتبني عليه. هو ده الغنى، هو دوت الفكر بتاعك قائم على ايه. مين اللي قال ان الواحد لما يعدي 30 ولا 20 ولا ايه ما يعملش مثلا حاله زي كده؟ شايف السنه اللي في الشمال، هو ده سنه كام؟ لا دي صغيره، دي مثلا اعتقد ثلاثينات. ثلاثينات ما هو سن يعني برضه في ناس كتير في الثلاثينات يقول لك تقويم ايه في السن ده. ما انا عارف، ما انا فاهم، بس يعني لا، في عالم التقويم ده بالنسبه لي مفاجاه. يعني انا لما قلت لي صغيره دلوقتي فكرت انها 18 سنه. لا 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 دي كبير، يعني ثلاثينات. ايه المشكله في ايه بقى؟ شايف السنه اللي في المقدمه الشمال اللي واقفه بال... واقفه غريبه، تحس ان السنه زعلانه كده وطالعه لوحدها. جدو حولان دي دي سنه لبنانيه اكتشفتها بعد السنين دي كلها. والسنه هي على فكره ما جاتش عشان خاطر السنه اللبنيه، لا عشان طالعه لبره. يعني السنه من كتر ما لخلخت طلعت لبره، وقفت كده في وضع مش منطقي وليفت بقى الوضع ده. هو ده اللي ضايقها، لكن هي كان ممكن تكمل بقيه حياتها عادي جدا على فكره، ما فيش مشاكل. فعملنا تقويم اول حاجه علشان اولا خلعنا السنه دي وحطينا لها اسنان مؤقته. عملنا تقويم علشان نظبط رايت وليفت. ليه؟ لان السنه اللبنيه مش حجم السنه الدايمه، دي مشكله الناس ما بتبقاش مستوعباها. فكره شدي اللبنيه وحطي مكانها زرعه، مش حاجه اسمها كده. ما انا لازم يبقى عندي رايت وليفت، ما ينفعش يبقى ده ماشي في اتجاه وده بروفايل وده بروفايل تاني، او ده صغير وده كبير. بعد ما انت هتخلص وتبقى دافع فلوس قد كده هتلاقي انا شكلي وحش اكتر، كان يا ربي اللبنيه كانت احسن كنت قابلها. دي مش قابلها ليه؟ عشان احنا ما قسمناش المسافه من الاول صح. لازم بنعمل اول تقويم علشان يبقى المكان بتاع السنه اللبنيه قد المكان بتاع السنه الدايمه. وطبعا بنعمل تركيبه مؤقته، ما بنسيبش المكان فاضي. وبعد كده حطينا زرعه مكان السنه اللبنيه، لان احنا انا ضد مبدا ان انت تعمل بريدجات. انا مش بحب فكره البريدجات، بحب فكره ان انت سنه اتشالت تحط مكانها زرعه، بالذات انها سنا صغيره فمش هتسيبها ببريدج ويعمل ريحه ويعمل منظر مش كويس. في الاخر وصلت لايه؟ انت عملت تقويم، شلت السنه اللبنيه، حطيت الزرعه وحطيت عليها الطربوش بتاعها، لدرجه ان بص الزرعه نفسها شكلها جميل. بص السنان اللي قدام بتاعتها اللي هي اصلا بتاعتها شكلها مبطش، وهتلاقي فيها حتت منقره اسود، واللي عاملاه على الزرعه هوموجينس وكلير ورايقه وشكلها جميل. طبعا النتيجه ديت خدنا وقت فيها شويه طبعا لانها عامله تقويم معانا. بس الناس بقى عندها الفكره اللي انا عايزه اقولها من كل الموضوع ده، دايما الناس تقول لك ايه، اعمل تقويم ولا زراعه؟
على اساس ان انت عندك وان تشويس. لا هو ما ينفعش، انت هتعمل الاثنين. طالما اتحط فاكتور الزراعه مع التقويم يبقى هتعمل الاثنين على طول. ليه؟ لان وانس ان انت عندك مكان فاضي يبقى انت هتزرع. المكان الفاضي ده جه منين؟ جه من حاجه لبنيه، يا اما جه من حاجه انت خلاها من قبل كده. يعني ممكن جدا يبقى حاله هتعمل التقويم مش محتاج تزرع، مش محتاج تخلع، بس عندك مكان اوريدي مخلوع، هتعمل ايه؟ هتزرعه بس بعد التقويم. لان السؤال ده برضو بيتسال كتير، هعمل الزراعه قبل التقويم ولا بعد التقويم؟ لا هو لازم بعد التقويم، بعد ما حركه السنان تقف، لان البروسيس نفسها مختلفه. لازم لما تزرع يبقى الوضع اللي حوالين الزرعه وضع ثابت مش وضع متحرك. يعني ما ينفعش ان انت تبني او انت عايز حاجه مثلا تنشف جوه جبس وانت عمال تحرك في الجبس، مش هتنشف. لازم توصل لمرحله ان مفيش حركه حوالين الزرعه خالص والعلاقات ثابته، عشان لما تحط زرعه وتحط سن على الزرعه يبقى العلاقات ثابته، ما يحصلش حاجه في العضه ويبقى العضه كلها نازله على الزرعه تحصل لها مشكله. فطالما وجدت كلمه زراعه مع التقويم يبقى هيتعملوا الاثنين. طيب ايه الحاجه المفزعه للناس كلها من كلمه تقويم؟ هقول لحضرتك في باد هيستوري. بالظبط، باد هيستوري. وانس ان انت قعدت سنتين وثلاثه واربعه تعمل تقويم يبقى عندك حاجه من الاثنين، يا الحاله دي اتشخصت غلط اصلا وهو الدكتور ماشي فيه طريق غلط، فعمرك ما هتوصل زي بالظبط دائري في اتجاه مدينه نصر مستني يروح اسكندريه، مش هيحصل، هيفضل ماشي كده معرفش بقى قد ايه. دي اول مشكله، الحاله اتشخصت غلط، يا اما المريض ما بيروحش للدكتور، ودي اكتر حاجه بتضايقني جدا جدا جدا. يعني انت مثلا عندك شخص انت بتعمله تقويم كل 6 7 8 شهور على ما يجي يقولك مساء الخير، طب هتجيب نتيجه ازاي؟ ده اللي بيطول. لكن الفكره بتاعت الناس الراسخه في دماغهم التقويم بيقعد سنين، لا، يوم ما هتقول ان الحاله دي طولت والحاله دي كومبليكيتد وانت عندك حاجات غريبه بقى وكل سنه ماشيه في اتجاه والدنيا بص يعني اخر حاجه سنتين. اللي انت قلتيه ده اسمه الخطه العلاجيه، واحنا في كلامنا كتير في دايما بنجيب سيره ترتيب الاحداث، هنعمل ايه قبل ايه، زراعه دلوقتي هنعمل تقويم ثم مش عارف في الحته دي زراعه، ده الحته دي انا هحتاج فينير، كل ده اسمه خطه علاجيه. في الطب ارجوكم ما تدخلوش موضوع الخطه العلاجيه، ما تحطش مناخيرك في الخطه العلاجيه، ما تحطش ايدك في الخطه العلاجيه. يا اخي انت في الحياه لما الميكانيكي بيجي يعمل لك حاجه في العربيه بتقول له اعمل اللي انت شايفه صح، ودي عربيه. فمش معنى الطب يعني اللي انا ابص الاقي لا انا عايز اعمل زراعه مش عايز اعمل تقويم، لا انا عايز اعمل فينير مش عايز اعمل زراعه، لا انا عايز اعمل زركونيا مش عايز اعمل بورسلين، لا انا عايز اعمل بورسلين مش عايز اعمل زركونيا، لا ما تعمليش اعمل لي مش عارف ايه ما تعمليش ايه. وانت مالك؟ انت مالك؟ دي مش قله ادب او قله ذوق مني، لا انت مالك فعلا. يعني انت ده مش شغلك، انت في فرق، ده بقي. ايوه ما انا فاهم ان ده بقك وان ده جسمك اللي انا بكتب له دواء، وان ده قلبك اللي انا قررت له جراحه، وان دي عينيك اللي انا قلت دي هتتعمل لها كذا مش هتعمل لها كذا، لكن مش مسؤوليتك ان انت تعالجها، انا مسؤوليتي ان انا اعالجها. دي اسمها الخطه العلاجيه. الدكاتره اللي بتلاقوهم على الفيسبوك اصحابي اللي بداوا يدخلوا في حالات نفسيه ويكتبوا جمل يائسه وغيظ وينزلوا كوميكس غيظ، الدكاتره ما بتيأسش بس بينزلوا حاجات غيظ اللي هو ايه هيتجنن من تدخل المرضى في قراراتهم العلاجيه. نورتي وشرفتي وابدعتي كعادتك ضيفتي العزيزه المبدعه دائما في حوارها، الممتعه دائما في حوارها وحكاياتها وقصصها الجميله. بنتظر القصص دي من الاسبوع للاسبوع. دكتوره اسراء السعيد استشاري جراحات الفم والاسنان بكليه الطب قصر العيني والحاصله على الدبلومه الاسبانيه لزراعه الاسنان من جامعه سيفيا، بتنور دائما. الدكتور لا الناس الحلوه والدكتور ان شاء الله قريب، خليكم بقى مع الناس الحلوه.